اللي بيحب يشاركنا بالجلسة إذا بيتفضلوا بيقعدوا الكل لنقدر نبلش. صباح الخير معالي الدكتور محمد علي الحكيم، أصحاب المعالي وأصحاب السيادة والسعادة اللي شرفينا، ونحن كتير مبسوطين إنه اليوم نشوفكم ببيروت، ونتمنى إنه دايما نشوفكم وترجعوا تاخدوا كسرة على الرجعة على بيروت للي له زمان ما إجا لعنا. مثل ما بتعرفوا اليوم الثاني عم نكمل بموضوع التكنولوجيا، هالعالم الجديد اللي دخل علينا. في عالم معولم يسير في سرعة قياسية نحو انخراط أكبر للذكاء الاصطناعي في حياة البشر وللتكنولوجيا في اقتصاد المعرفة، لم يعد ممكناً أو مسموحاً التغاضي عن مواكبة التطور المتسارع نحو هذا العالم الجديد الذي فرض نفسه بقوة على النمط التقليدي للأداء الاقتصادي. فالابتكار لم يعد ترفاً بل أصبح حاجة، والبقاء خارج منظومة اقتصاد المعرفة وتكنولوجيا المعلومات بات يشكل انتحاراً للشركات وللقطاع الخاص كما للمجتمع. من البيتكوين إلى البلوك تشين، عالم افتراضي بدأ يفرض أجندته على المشهد الاقتصادي والمالي العالمي. أين عالمنا العربي منه ومن تحدياته؟ فجوة كبيرة تعيشها بعض دولنا، وأقول بعض لأنه ليس جميعها، لأن برأينا البعض الآخر يواكب ويستعد. بعض دولنا الغارقة في حروب وثورات لا تشبه ثورة التكنولوجيا التي تغزو العالم وتغير وجه ما اعتدنا عليه في عالم اقتصاد المعرفة والذكاء الاصطناعي وتقنيات النانو. هي تكنولوجيات رائدة ترسم صورة جديدة لعالمنا كما لم نعرفه من قبل. أين نحن منها اليوم؟ ما هي جهوزية دولنا لاستقبالها والتعامل معها؟ كيف نواجه تحدياتها على اقتصادياتنا بحيث تشكل عاملة قوة وتطوير لمجتمعاتنا، فتكون في خدمة أهداف التنمية المستدامة وليس عامل ضغط يقضي على القلة القليلة من فرص العمل المتوافرة لشبابنا في ظل البطالة القائمة؟ إذن ما هي الفرص المتاحة؟ ما هي الإجراءات التشريعات المطلوبة؟ ما هي قصص النجاح التي سجلت في هذا المجال؟ كيف نخطط لمستقبل عربي مواكب يفتح الباب واسعاً أمام الريادة والابتكار؟ أسئلة كثيرة تفرضها تحديات دخول التكنولوجيات الرائدة طبقاً جديداً على مائدتنا بكل ما تحمله من تحديات نحن مدعوون لمواجهتها، ليس فقط من أجل التكيف معها بل من أجل أن نحجز لشبابنا موقعاً متقدماً في الريادة والابتكار. نقاشنا اليوم مع المحاضرين معنا وهلأ رح نتعرف عليهم يركز على الفرص والتحديات كما السياسات والأنظمة في البلدان العربية في ضوء الأولويات الوطنية، ولا سيما خلق فرص عمل وبصورة خاصة للشباب. بداية اسمحوا لي أن أعرف بالمشاركين بهذه الحلقة، وسأبدأ مع الدكتور معالي الدكتور عدنان شهاب الدين، المدير العام لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي، ومنعرف قد ايه حضرتك مواكب لهالموضوع، ونتمنى انه اليوم تكون مداخلتك معنا اثراء لهذه الحلقه. نرحب ايضا بسعاده السيد فابريسيو هوتشايلد، مساعد الامين العام للامم المتحده والمعني بمسائل التنسيق الاستراتيجي. ويلكم تو ذا بانل. كما ارحب بمشاركه الدكتور نيش اشريا، المستشار السابق للرئيس باراك اوباما لشؤون التكنولوجيا. يو جاست ويلكم. وايضا بما انه الموضوع عن الفرص المتاحه امام الشباب وقصص النجاح، يسرني كمان انه ارحب بحضور المهندس المبتكر محمد جودي، مدير حاضنه تك سبيس في جامعه النيل والمتخصصه في الذكاء الاصطناعي، كما ارحب برائد الاعمال الي نصر، مؤسس شركه فوتك في لبنان. واكيد ما نسيت الاستاذ حسام زكي، ولكن اول شغله قال لي اياها قال لي كل الشباب هون بيحكوا منيح تكنولوجيا، فانا مش عارف قد ايه رح كون قادر شارك، بس انا رح يكون عندي كثير اسئله لإلك، خصوصا وانه حضرتك نائب الامين العام للجامعه العربيه، لنعرف شو عملت الجامعه العربيه على مدى كل هذه السنوات
في الدمج بين موضوع التكنولوجيا الداخلي حديثا الى مجتمعاتنا ودور الجامعه. بدكم تسمحوا لي انه نضبط شوي الوقت لكي يتاح لنا نسمع مشاركه الحضور معنا، تكون المداخلات لا تتجاوز الخمس دقائق اذا امكن لكل سؤال. بدايه سؤالي لمعالي الدكتور شهاب الدين، قبل 100 سنه لما دخلت الكهرباء على العالم شكلت ثوره وغيرت كل وجه الاقتصاد في العالم. اليوم نحن امام ثوره قد تكون مماثله وقد تكون ربما اقصى واقوى. اين نحن اليوم من هذا العالم الافتراضي الجديد؟ كيف نواجه تحدياته على مستوى الدول العربية لتكون التوظيف صحيح للتكنولوجيات الرائدة؟ ما هي نقاط الانطلاق الأكثر فعالية لتسخير هذه التكنولوجيات في ضوء التحديات القائمة؟ ومن سيقود في عالمنا العربي هذه الثورة الجديدة؟ عاوزة محاضرة ومدة ساعة. نعم، كثر السؤالات معلم نمشي بس فيه. أولاً يعني أنا سعيد جداً أن أكون في بيت الأمم المتحدة وأحاول أن أجيب على السؤال. أبتدي من نقطة الانطلاق اللي أنت بديتي فيها بالمقاربة مع الكهرباء قبل 100 عام. أنا يمكن عاوز أركز، أنا صار لي يمكن في أعمل في مجال التكنولوجيا وإدارة التكنولوجيا بالعالم العربي ربما أكثر من 50 سنة، ترى لا يغركم منظري أنا 75 عام. اللي عاوز أقوله إنه لا يمكن التنبؤ بما سيكون عليه الواقع تماماً، هاي نقطة الانطلاق الرئيسية. إحنا نتلمس المشهد وعلينا أن نتلمس المشهد، لأن من غير تلمس المشهد ما يكون عندنا خريطة للطريق، لكن يجب أن نكون ملمين إنه هذه الخريطة يجب أن نكون مستعدين أن نغير في المسار كل سنة وكل 5 سنوات وكل 10 سنوات. أنا أعتقد هذه نقطة جدا مهمة راح تنقلني مباشرة إلى ما هي أهم الاستعدادات. طبعا أنت ذكرتي أنه نحن مقبلين على ثورة، وفعلا نحن مقبلين على ثورة، وأنا أتوقع في كثير ناس بيستخدموا تعبير روبو سيبين، وأنا من المؤمنين بأنه نحن مقبلين على عصر جديد راح يحصل فيه نقلة قفزة في الجنس البشري، بس احنا ما نعرف تفاصيلها. احنا نعرف الذكاء الصناعي راح يوفر للإنسان أضعاف ما هو حاصل عليه حاليا من القدرة على التفكير والمراجعة والذاكرة والتحليل والتفكير. فتصوري ماذا سوف يكون عليه حال الإنسان بعد 20 عام أو 50 عام أو 100 عام؟ بالتأكيد راح يختلف. نفس الشيء بالنسبة للتفاعل ما بين الإنسان والآلة، الآلة راح تصبح جزء من الإنسان من ناحية الأطراف، الأعضاء الصناعية وغير ذلك. ومع ذلك أرجع أقول لا يمكننا التنبؤ بالتفاصيل، علينا أن نكون مستعدين، نضع الخطط، نضع الخرائط، ونكون مستعدين لتغييرها. أين نحن من هذا الاستعداد؟ لأنه العالم سبقنا نحن كالعادة، نحن كالعادة إذا نظرنا إلى كوب الماء، نحن ليس كوباً فارغاً وليس كوباً مملوءاً وليس في النصف، نحن ربما أقل من النصف بقليل أو أكثر من أقل بكثير من النصف، يعتمد على البلد العربي. في بعض البلدان في دول الخليج أعتقد خصوصاً في الأمارات على سبيل المثال يضرب فيها المثل، المملكة العربية السعودية، الكويت إلى حد كبير، أيضا في بعض الدول العربية المتمكنة مثل مصر لديها، مصر عبارة عن مصرين، هناك مصر المتقدمة يمكن 5 مليون ومصر 95 مليون. داخل مصر في نوعين من الدول. فإذا في كل دولة، لبنان أتصور نفس الشيء. فإذا أعتقد واقعنا أنه إحنا ليس كوب فارق، لدينا جامعات، لدينا معاهد، وليس فقط ذلك، أعتقد هناك الأخ إلي والأخ محمد دليل واضح على إحنا مساهمين ليس فقط في استخدام التكنولوجيا ولكن قادرين على صناعتها. هذول مثلين ممتازين، واحنا عندنا أمثلة أخرى. طلبات في الكويت على سبيل المثال بيعت إلى شركة أوروبية ب 150 مليون دولار أو يورو، وهناك أمثلة عديدة. إذا نحن ليس فارغين، لكن علينا أن نعمل الكثير حتى نستطيع أن نصل من هنا إلى هنا، من الربع إلى 3/4. لن نكون طموحين جدا. ماذا نعمل؟
ماذا علينا أن نعمل؟ بالتأكيد هناك دور للحكومات ودور للشركات ودور للمجتمع المدني. الحكومات عليها أن تبتعد عن التخطيط المركزي وفرض الأمور بالتفاصيل، ولكن أن لا ترفع يديها أيضاً وتترك الأمور مطلقة. الحكومة عليها أن تخلق الآليات والأدوات للتحفيز والتمكين، التحفيز والتمكين ووضع الإطار العام حتى لا يخرج عن السيطرة، ولكن أن تبتعد ابتعاد كلي عن وضع خطط تنفذها. عليها أن ترفع من قدرة مؤسسات البحث ومؤسسات التكنولوجيا بحيث تنطلق من تقليدي إلى أن يخرج منها مبتكرين مثل السيد إلي والسيد محمد. معالي الدكتور، دائما نقول عليها حكوماتنا، عليها ويجب ونقول هذا الكلام أمام الجميع. هل بدأنا؟ هل بدأت هذه الحكومات؟ اليوم القطاع الخاص بواجه التحدي ولدينا أمثلة وسيتحدثون عن قصص النجاح التي حققوها، ولكن ماذا عن الحكومات؟ هل بدأت تخطو هذه الخطوات أقله لو قليلاً؟ أنا أعتقد بعض الحكومات خطت، يعني دولة الإمارات، المملكة العربية السعودية عندها تصور. أعتقد في الكويت، أنا راح أظلم دولة الكويت وأقول إحنا نأخذ خطوة إلى الأمام ونصف خطوة إلى الوراء. الدول الأخرى أعتقد تتفاوت. أعتقد جمهورية مصر العربية حسب المعلومات اللي لدي، وأرجو أن ما أكون مخطئ، خذت خطوات طفيفة جدا. والهزة اللي حصلت في مصر من 2011 إلى 2014 أثرت كثير. أنا أعتقد مشكلتنا أيضا في المنطقة العربية إنه الأمور، الأحداث السياسية، نأخذ العراق، سوريا، أعاقت ربما ليبيا، تونس، والدول اللي لم يحصل لديها عنف حصل لديها هزة وخوف وتحفظ. هذا اللي حصل عندنا بالكويت. طيب هل تخاف من التفاوت بين التقدم المتسارع للقطاع الخاص أمام التباطؤ الحاصل لدى الحكومات؟ بتعتقد القطاع الخاص كما المجتمع المدني بلش يتعامل مع هذا القطاع الخاص في كثير من الدول العربية بدأ يأخذ، لأنه هو متفتح على العالم، هو جزء من العالم، وبالتالي يرغب في أن يعمل شيء وعمل أشياء. المطلوب من الحكومات أن لا تعيق، أولاً أن لا تعيق، ثانياً أن تحاول أن تساعد. سنتابع طبعاً بهذا الموضوع لأنه راح يكون موضع النقاش، وسأسمع تعليقات المحاضرين. وإنما الآن السؤال إلى دكتور نيش. نتحدث عن هذه التحديات وأنتم مدركون لكل مجتمع تحديات خاصة يواجهها على الصعيد المحلي، وإنما بحكم عملك وخبرتك من خلال دولتين كبريتين خضتا هذا المجال هما الهند والولايات المتحدة الأمريكية، هل بإمكان التكنولوجيا الرائدة أن تقلب فعلا الطاولة وتحول التحديات التنموية إلى فرص استثمارية حقيقية للاقتصاد، وأن تترجم إلى وظائف جديدة في الوقت الذي هناك خوف من أن تتقلص الفرص مع دخول الذكاء الاصطناعي على حساب البشر؟ Well, thank you very much for the opportunity to speak at this forum. I've had the pleasure of working in this region for the last few years, and overall I've advised entrepreneurs in about 40 different countries. And I think when you talk about innovation and entrepreneurship, there's two important ways to look at it. The first is what can be done in-house, what capacity can be developed at the country level, and then what external trends are going on that can be brought to the country and leveraged for economic growth and opportunity. And I think it's important to look at the growth, how does technology get dispersed through society? So here are some basic facts that are true around the world. When a technology is very nascent, right out of the lab, it's funded by venture capital. The name venture means risk prone, looking for high risk, high reward. And if you look at the statistics, 100 startups may apply for funding from an investor. Only about 10 are funded. And of those 10, 75% or 7 to 8 are failures, okay? And so only 2 to 3 are successful. Now, if you look at those 2 to 3 that are successful, some are financially successful, meaning the return comes to the shareholder. But they don't create jobs or large economic impact.
You know, WhatsApp is a perfect example of that. Created a lot of money for 35 people, but you know, the rest of us use it, but it didn't create jobs except for 35 people. So just a few become successful. And then another set of statistics that are related. It takes roughly 10 to 20 years for a company to reach $1 billion in value. Now, it varies. Some, like Facebook and Google, did it really fast. So hopefully some of our friends will do it really fast. But it takes a long time. And you have to reach that $1 billion mark in order to create jobs at scale. So 75% fail, 25% succeed, and it takes a long time before they create jobs. So if we're looking at technology and innovation as the driver of economic growth, there's two things that become clear. One, you must have a long-term strategy of 10 to 20 years to develop these startups into job creation opportunities. The second is that you must have a very, very large base of startups and entrepreneurs and ideas to get up that pyramid where you get one or two that creates economic value and jobs. And I think one of the challenges in the Arab world has been that there's some startups, there's some incubators, but there isn't a coordinated effort to have 1,000 startups in Beirut or 1,000 startups in Kuwait to go up that pipeline. There's some efforts here and there, and there's a lack of coordination. So I think if we look at frontier technologies as the means of employing Arab youth or driving modernization, we have to take a long-term view and understand that most things will fail. But the alternative is to import the technology. And there, I don't see how that creates much value beyond productivity in a country. And so you can talk about autonomous cars. The only thing it'll replace in the Gulf countries is the South Asian drivers, right? It won't necessarily create a new set of job opportunities. Yes. And so when we look at new technologies, we have to be careful and say, yes, it could add productivity and it could add efficiency to the economy, but what is it creating in terms of jobs or economic value that we can measure? There are some sectors, I think, where this region is particularly well-suited to become hubs of innovation. One is obviously related to the oil and gas sector, where there's a lot of innovation in GPS, in data analytics, where there are investors who are familiar with the region. There are managers, business managers, who have run big organizations who can be advisors to startups, and there's certainly no shortage of capital. That's one area. Agriculture, where we have hydroponics and vertical farming that require less water, that's an area where this is a natural place to experiment. Fintech, because of the large underbanked population. So there are sectors where there's a lot of opportunity, capital, and expertise. But again, it's a 20-year time frame that must be taken. يعني أفهم من كلامك أنه المطلوب اليوم يمكن القطاع الخاص يقوم بهذا الدور ويقوم بالاستثمارات في هذه المجالات ولكن بالمقابل من أجل تأمين فرص العمل يعني لكي يكون الهدف ليس فقط الربح السريع للشركات من وراء هذه التكنولوجيات أن يكون هناك هدف أيضا هو خلق فرص عمل إذن الدور هو دور تشريعي وضع قوانين يعني الدور للحكومات أكثر لوضع الإطار التنظيمي لهذا القطاع الجديد لحتى الناس يكون في orientation يعني يعرفوا إنه إذا أو حوافز ربما للاستثمار بالقطاعات اللي تحدثت عنها واللي فيها فرص نجاح. Right, so I think a lot of that comes to training. Certainly there's a regulatory infrastructure that allows startups to flourish. So many of the nations here have created investment funds and the ability to access those funds, and that's a very important step. The second step is to say, how do we ensure that the right training programs exist at our universities? And so let's take a very hot new technology called CRISPR, which is related to gene editing. It's a very hot topic in Asia and North America. Billions of funding have gone into it. There was only one program I could find in this region, in the UNESCO countries, that had a sort of a renowned program around gene editing. So you can't take advantage of that new industry if you don't have the training programs. So in addition to have capital being available, there has to be the training, and not just one department or two departments, but
really down to the skilling and the technicians and everything that goes with it. أعتقد دكتور شاب دي. نعم. تفضل. على إنه الحكومات تقوم بهذا الدور. دولة الكويت الحكومة وعدت وأنشأت لغرض خلق الفرص للشباب المبتكرين أن ينشئوا شركات تدعمها الحكومة في المرحلة الأولى. أنشأت صندوق يسمى بصندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة برأس مال حوالي 7 بليون دولار. لكن اللي حصل، وهني أجي على النقطة اللي تفضل فيها الأخ نيش، اللي حصل أن معظم المشاريع كانت مشاريع لفتح مطاعم، ما في توجيه، لأن وبالتالي لا، وبالتالي معظم العمالة اللي جت من جنوب شرق آسيا، يعني لم تخلق فرص عمل. لا، حصل طبعا، حصل مدخول إضافي لبعض شريحة صغيرة، حوالي 1000 من الشباب الكويتيين. نعم. أنشأوا مجموعة كبيرة من المطاعم. يعني الكويت اليوم قبل 10 سنين فرق كبير، يعني أفضل من بيروت في نوعية الأكل ونوعية المطاعم والابتكار وكل، لكن هي عبارة عن مجموعة 2-3 كويتيين شركاء عندهم فكرة جديدة في كيفية الأكل الكويتي القديم مع الأكل اللبناني، لكن معظم الابتكار هو فقط في الربحية. أنا أعتقد هذا درس في كيفية أن الحكومات يجب أن تأخذ المبادرة، ولكن المبادرة يجب أن يكون لها بعد استراتيجي، ويجب أن نكون مستعدين للتعديل. يعني والحكومة الكويتية حاليا تدرس تعديل كيف يعمل الصندوق، لأنه لم يحقق الغرض اللي أنشئ من أجله. هو اللي عم بيصير هلأ، لأنه التكنولوجيا متسارعة جدا، يعني بين سنة وسنة وبين شهر وشهر عم نشوف تطورات، حتى التشريعات والبيئة الحاضنة والمناخ الاستثماري بده يكون كمان مواكب لنفس السرعة. بدي أشكرك سيد نيش، ولكن بدي أنتقل إلى السيد فابريزيو حتى نسمع، يعني عم نسمع عن دور الحكومات، عم نسمع عن دور القطاع الخاص، وإنما أيضا أريد أن أعرف أين الأمم المتحدة في هذا الموضوع، ما هي رؤيتها، كيف تنظر إلى هذه المنظومة الجديدة التي دخلت المجتمعات، هل لها دور؟ وكما سأسمع رأيك رح كمان انتقل بعدين اسمع رأي الجامعة العربية، لأنه بعتقد أنه لازم يكون الدور هو ذاته. تفضل. Thank you very much, and let me express my gratitude to ESQUA and to the organizers of this event for allowing me to be here. And the question is key. The questions you're asking that are the subject of this panel are exactly the questions at the center of the Secretary General's concern. He's laid out to the General Assembly that one of the transnational challenges we're dealing with today, amidst many others, is frontier technologies, because these technologies have the power to transform our societies for good, but they also have many unintended consequences and potential for malicious use. And that is the question. The question that's facing us now is how can we best use those technologies for the good? How can we contain the unintended consequences? How can we stop the malicious use? And the Secretary General is very determined to reorient the organization to be able to better assist national governments, regional organizations in dealing with these massive changes that we're subjected to that I don't think we fully understand. We're at a space in history where the technologists who have invented these things don't fully understand the consequences. And we've seen that in many of the media reports around these technologies. So the Secretary General is very determined to place the organization to be better able to help. You refer to electricity. In my last duty station, which was the Central African Republic, there is still 95% of the population who do not have electricity 100 years on. And this is also the question of new technologies. How many people are going to be left behind? How many people will be included? So I think the first challenge is really to ensure that these new technologies don't boost inequalities, but reduce inequalities. And of course, all these technologies, as I alluded to, are double-faced. Social media, Facebook, these have been
very important in giving many people access to information that they wouldn't have had before. But they've also been very important, let's face it, in polarizing populations, in contributing to conflict, in highlighting divides, in facilitating hate speech. So again, there's a dual application. Artificial intelligence can be used for governments to contain human rights, to exercise greater control, or it can be used as a tool, as a diagnostic tool, as is the case now in India, to make up for a lack of doctors in helping diagnosis. So again, we need to better steer these technologies to good use. And I think the ESQA report that I think Nish helped with, that was prepared for this session, has some key recommendations about how we can go about better profiting from these technologies for good and better containing the unintended or malicious use. And the first is to understand the nature of technologies. And I don't think many governments and many peoples are not adequately educated. In the UN, I can't pretend that we're adequately educated yet. So the first thing is to educate our leaders to understand where we're going. The second is to increase our capacities for use of these technologies. And the third is to educate our societies. And that implies also a radical change in our education systems. The education systems we have today are educating people to use yesterday's technologies. They're not educating people to use tomorrow's technologies. And a lot of that means educating people to learn how to learn, because as you say, things will keep changing. So that's another element. And then we need enabling legislation, enabling procedures that allow us to better incorporate these technologies. And many countries across the world have made those transformations. China is one example that, you know, in a space of 10 or 15 years has radically changed its society to one that is adapted to new technologies. In Africa, there are other examples, Rwanda, Kenya, where those transformations have been made. So I have no doubt in this region, I mean, I think Dr. Shabadin indicated that the discrepancies there are in how countries in this region have adapted, but the capacity is certainly there. And the UN stands ready, and the Secretary General is making it a priority for the UN to better support states in dealing with these massive transformations that the new technologies are bringing about. سيد فابريزيو في نقطة لفتني فيها لما عم تتحدث عن أهمية التعليم نحن بنقدر نفهم إنه التعليم على مستوى الناس ضروري ولكن لما عم تحكي عن educate our leaders وخصوصي يعني أنا بدي أخذ المنطقة العربية تحديدا اليوم قديش تعتقد القادة العرب الحكومات العربية مستعدة تتعلم وتتأقلم مع دخول التكنولوجيا ومنعرف قدي رح تاخد من إذا بدك من السلطة المعطاة لقلن لأنه بالدول العربية هناك مركزية السلطة اليوم دخول الآلة دخول الكمبيوتر العالم المفتوح حيحد من هذه السلطة هل هم تعتقد من خلال تجربتكم بالأمم المتحدة ممكن يقبلوا بهذا الوضع؟ I think you made the point in the introduction that not to educate ourselves about these new technologies will probably lead to obsolescence. We will no longer be relevant. We'll no longer be able to interact in the world we live in. So educating ourselves, I think, is not just, as you said, a luxury. It's a fundamental need, and I think many states or some states in the region, as Dr. Chabadin also elucidated, are making those transformations. I think the UAE, just to quote one example, have a minister for the future and are very well advanced. I think we're all still understanding what the impact will be on society and coming to terms with that. And again, it's a dual effect. On the one hand, I think these new technologies make borders less relevant. Social movements happen across borders. So the whole
notion of the nation state is being transformed. On the other hand, there's also a danger of the spreading of false rumors, of hate speech, of fake news, and that's also facilitated by social media. So again, I think having better educated people, better educated leaders to understand the implications and to be able to contain them is fundamental. And that's those are changes in the education process that every country will have to go through if it really wants to be able to steer these technologies for good and contain the malicious uses. Thank you. على كل بدي كمل بهيدا السؤال لأنه عم نحكي بموضوع بالجامعة العربية يعني سيد فابريزيو عطى مثل يمكن الإمارات دولة الإمارات أنا بدي روح بالمثل أكثر مثلا رؤية 2030 بالمملكة العربية السعودية الرؤية الجديدة اللي عم نشوفها عند الشباب عند ولي العهد السعودي أدخل روح جديدة وإنما شفنا أنه حتى بهذه الروح الجديدة اللي عم بتكسر كل التقاليد القديمة وعم بتدخل السعودية إلى العالم المعولم الجديد عم بيكون في قدامها معوقات وعم بيكون في قدامها صعوبات لإرسائها بالشكل اللي مطلوب وستتخذ طبعا وقت أطول مما هو متوقع اليوم الجامعة العربية أطلقت قبل 2017 الاستراتيجية العربية للعلوم والتكنولوجيا صح؟ أخذت معكم بعتقد 5 سنين لحضرتوها بهيدا الوقت بهالخمس سنين كان العالم شاط أشواط كتير بعيدة وصرنا عم نشوف روبوت شفنا عم نشوف سيارات بتمشي بلا ودخول الرجل الآلي وحتى المرأة الآلية إلى الحياة شو عملتوا بالتكنولوجيا وإذا أخذتوا 5 سنين شوفي شكرا لوجودي وشكرا لمعالي وكيل السكرتير العام ويعني سعيد بالمشاركة في هذه الجلسة الحقيقة الحديث عن التنسيق العربي والجهد العربي عموما في التعامل مع هذا الموضوع هو حديث به كما أشار الدكتور عدنان في سلبيات وفي إيجابيات نبدأ بالإيجابيات نحن لدينا هذه الاستراتيجية كما أشرت حضرتك هذه الاستراتيجية يعني بدأ البحث فيها حقيقة من 2006 يعني مش من 5 سنين كمان. من 11 سنة نعم لا هذا يعني أن الدول العربية تنبهت إلى ضرورة هذا أهمية هذا الموضوع من 2006 بحث يعني مطولا ثم اعتمد في قمة الأردن العام الماضي واعتمد الاستراتيجية العربية للبحث العلمي والتطوير والابتكار هذه الاستراتيجية طبعا احتاجت إلى بعض الآليات للتفعيل أنا بحكي على الانفراستراكشر على البنية الأساسية التي تقوم عليها الاستراتيجية أول شيء في لجنة تنسيق عليا أنشأت لجنة تنسيق عليا معلش اسمعي مني لأنه هذه الأمور ضرورية بس نحن بلبنان بنقول شغلة ما بعرف إذا أنتم كمان بتقولوها اللجان مقبرة المشاريع لا لا, كمان لا, هيك؟ لا 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 مهم إنه يكون لا ما هو ليه لجنة تنسيق لأنه كما أشار المتحدثين في بعض الدول خطت خطوات كبيرة صحيح والبعض لم يخطو بعد وصار عندنا والبعض تفاوت في النص هو كثير إذن نحتاج عميقة إذن نحتاج إلى تنسيق إذن نحتاج إلى أنه الدول الأعضاء في الجامعة تجلس سويا وتنسق سياستها في هذا الموضوع في لجنة التنسيق بس هذه اللجنة مش الدول بقى هذه اللجنة من كل الكيانات التابعة لمظلة الجامعة العربية الأمانة العامة الأليكسو اتحاد الجامعات العربية وغيره وغيره يجلسوا سويا وينسقوا الموضوع في خطة تنفيذية أيضا الأمانة العامة بتشرف على إعدادها وفي الروابط العلمية المتخصصة وهذا أمر يعني لم يتحدث فيه الزملاء ولكن هذا أمر مهم هناك روابط علمية بين عديد من الدول العربية
وهي تنجز أمور أنا بعتبرها طيبة بالنسبة للمستوى العربي مقارنة ببقية العالم. فهناك دور في هذا المجال لابد أن احنا نعترف به. هذه الاستراتيجية ليست بديل عن السياسة العلمية التي تتبعها كل دولة. كل دولة تتبع سياستها العلمية وسياسة البحث فيها والبحث العلمي والتطوير. إنما هذه الاستراتيجية هي عبارة عن رؤية عربية شاملة متكاملة للنهوض بهذا المجال. إذن عندما نتحدث عن هذا الموضوع نقول إنه الهدف هو 2030. الهدف من هذه الرؤية هو 2030. ليه 2030؟ كيف يمكن لهذه الاستراتيجية العربية أن تساهم في التنمية في الدول العربية؟ شو بتتوقعوا توصلوا بالعشرين ثلاثين عاملين بالعالم العربي؟ يعني أين يجب أن نرى العالم العربي بسنة 2030؟ أنا ليست لدي إجابة، لدي اجتهاد في هذا الموضوع. من استراتيجية يعني شو بتتوقع أنه نوصل؟ الهدف زي ما بقول لحضرتك، الهدف هو أن تتمكن الدول العربية أن تعتمد على هذه الاستراتيجية في التنمية. ما هو هدف الدول العربية كلها التنمية. إذا استطاعت أن تسخر التكنولوجيا، ولكن هذا لا يحصل لخدمة يعني التنمية. هذا لا يحصل الآن. نعم. لماذا هناك تخطيط ولماذا نضع أهداف لأنفسنا حتى نغير الواقع؟ الواقع أنه لا يحدث الآن مثل ما تفضلت حضرتك، وأيضا ليس في كل الدول. دول هل أصبح أولوية؟ نعم. على الأجندة العربية هل أصبح أولوية؟ أنا بقول لحضرتك للأسف الشديد ليس أولوية. من شعوري أنا ليس أولوية، وربما هذا خطأ، وربما نحتاج إلى أن احنا يعني نعمل مع الدول بشكل أكثر يعني جرأة وكثافة. لكن خليني أقول موضوع مهم للغاية صراحة، أنه السيد فابريسيو تحدث عن جزئية في كل الأوراق التي قرأتها عن هذا الموضوع قبل أن آتي إلى هنا لم أجد له أثر حقيقي. الجانب العربي يتعامل مع هذا الموضوع باعتباره خير مطلق، التكنولوجيا هي خير مطلق، وبالتالي الرؤية العربية للتعامل مع هذا الموضوع هي أن التكنولوجيا يأتينا منها خير كثير، ولا بد أن ننطلق في التكنولوجيا. فالحديث دائما عمومي، والحديث دائما هو أننا يجب أن نلحق بالتكنولوجيا العالمية. هذا أمر في غاية الخطورة، لأنه مثل ما استمعنا هناك جوانب سلبية لهذا الأمر وعديدة، وليس أقلها أنه بعض التكنولوجيات عندما يؤخذ بها وتطبق هي تلغي الوظائف في الدول العربية معظمها، وليس كلها، معظمها هي دول تحتاج إلى عمالة كثيفة ومشروعات ذات عمالة كثيفة. إذن نسبة البطالة المرتفعة بالدول العربية. بالضبط. فإذن هذه الأوجه السلبية برأيي لابد أنها تبحث بشكل أكثر جدية، ليس من منطلق خوف أو حرص وبالتالي نبتعد عن التكنولوجيا أبدا، وإنما لكي يكون الاقتراب من هذا الموضوع اقتراب متكامل وليس اقتراب جزئي، وبالتالي يوقعنا في مشكلات لاحقة. هلأ نحن سمعنا رأيكم، شفنا من وجهة نظر الجيل يمكن اللي شوي أكبر كيف بينظر لدخول هذا، في ناس بتسميه الوحش أو هذا العملاق اللي داخل على العالم، واللي مع الأسف في شغلة نحن دايماً نحكي يمكن بالاقتصاد، بنحكي بالتكنولوجيا، بس مش عم نوقف عند الجانب الإنساني اللي ستلغيه التكنولوجيا في العلاقات الإنسانية بين البشر. ولكن أكيد الشباب عندهم نظرة مختلفة، وهن سابقين بأشواط مجتمعاتهم وحكوماتهم ودولهم. بموضوع الشباب اليوم بدي أسمع على محمد جودة اللي جايينا من مصر وخلق حاضنة متخصصة للذكاء الاصطناعي، فكيف بيشوف التحديات؟ كيف قدرت بمصر اللي اسم الله يعني بلد كتير كبير
قدرت تدخل موضوع الذكاء الاصطناعي كيف تقبله الشارع المصري، الاقتصاد المصري. خبرنا عن قصة النجاح إذا فينا نسميها قصة نجاح، يعني حتى نحط شوية إيجابيات بالجو مش نضل نحكي عن السلبيات. يعني أشكرك الأول وأشكر جميع القائمين على هذا الملتقى المميز يعني، وأشكر معالي الدكتور محمد علي الحكيم لإتاحة الفرصة يمكن لواحد من الفئة المستهدفة بالكلام عن القوانين والتشريعات الجديدة اللي لازم تواكب التطورات التكنولوجية الموجودة والشباب اللي موجودين في الوطن العربي. خليني ما مبدأش بالإيجابيات، خليني أبدأ بالسلبيات لأن دي فرصة مميزة لأن احنا نتكلم في المشاكل اللي موجودة يمكن عند شباب كتير في الوطن العربي مش بس في مصر. احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا في التعليم، عندنا مشكلة كبيرة جدا في الاهتمام بتنمية القدرات البشرية الموجودة في الوطن العربي. المناهج الدراسية الموجودة يمكن في مرحلة الجامعة وما قبل الجامعة مناهج غير متطورة بالمرة وتحتاج لتطوير كبير جدا، ومش بس المناهج العلمية بالشكل النظري، لا كمان التطبيق العملي بتاعها. عندنا مشكلة كبيرة جدا في التطبيق العملي، فده بيخلق عندنا جيل كبير جدا من العمالة الغير مدربة الغير مؤهلة مش بس للشغل في المجالات التكنولوجية الكبيرة، كمان للشغل في المجالات العادية اللي موجودة في السوق. عندنا الحاجة اللي بعد كده الدخول للمراكز أو للمصادر التمويل المختلفة. يمكن طول الوقت بنسمع عن مبادرات حكومية كبيرة لرواد الأعمال، مبادرات حكومية كبيرة للفند اللي موجود في البنوك وغيره. الموضوع بيكون مشكلة لأن دايماً هم بيدرسوا المخاطر قدام الفند اللي بيتاخد أو قدام الفلوس اللي المفروض تدفع في الشركات دي. بس احنا بنتكلم على طبيعة أفكار تكنولوجية جديدة نسبة النجاح بتاعها نسبة قليلة وصغيرة جداً. يعني بنتكلم يمكن 10% من كل افكار بتتحط قدام بنوك او قدام مصادر تمويل بيبقى دي نسبه النجاح المتوقعه من المشاريع اللي بتتم. ليه نسبه النجاح؟ لانه في معوقات يعني، لان الافكار جديده نسبيا، الافكار يمكن يكون السوق لسه مش متقبلها بشكل كبير ومش مستعد ليه. فبنتكلم على كل 10 افكار في فكره اللي ممكن تنجح. فإتاحة مصادر التمويل للافكار اللي ممكن تكون المخاطره فيها عاليه دي لازم تبقى موجوده وبشكل كبير. يمكن الحاجه اللي بعد كده القوانين والتشريعات، ودي عندنا فيها مشكله كبيره جدا، مشكله في فتح الشركه، مشكله في قفل الشركه. ودي يعني خلينا نتكلم عن مشكله فتح الشركات لان دي مشكله كبيره جدا لطبيعه المشاريع التكنولوجيه اللي موجوده يمكن ملهاش بنود في القانون. يعني انا لو عايز افتح شركه فينتك، ما هو ده بتكلم في يمكن في الوطن العربي كله، يعني يمكن عندنا مشكله كبيره جدا في فكره فتح شركه في الذكاء الاصطناعي. يعني الناس ما بتفهمش او ما بتكونش واصله لها فكره ايوه الشركه دي بتعمل ايه، الشركه دي طبيعه عملها ايه بالظبط. شركات البيج داتا، شركات الارتفيشال انتليجنس، شركات البايونكس، شركات كتيره جدا ممكن تكون عندنا مشاكل في تعريفها في الاوراق الرسميه، فبنضطر ان احنا نسجل الشركه دي باسماء او بطبيعه عمل مختلفه عن طبيعه العمل الحقيقيه بتاعتها، ودي مشكله كبيره جدا بتواجه الشركات يمكن في فتح وقفل الشركات، يمكن كمان في القوانين الخاصه بالاستثمار في الشركات دي، يمكن كمان بالقوانين الخاصه بالتوظيف لطبيعه الشركات دي، لان معظم الشركات ممكن تكون شغاله بشكل فيرتشوال، بشكل مش موجودين في مكتب واحد بيشتغلوا مع بعض بصفه دايمه زي الشركات العاديه. كان عندنا كمان مشكله في الايدنتيتي، مشكله في الكومبتيتيف ادفانتج، مشكله في الميزه التنافسيه لدولنا العربيه. لو جينا نتكلم على امريكا فبيجي في دماغنا طول الوقت التكنولوجي والانتربرينورشيب، لو جينا نتكلم على الهند فاحنا طول الوقت بيجي في دماغنا السوفت وير ديفلوبمنت، لو جينا نتكلم على المانيا بيجي في دماغنا الميكانيكال انجينيرنج وغيره. لما نيجي نتكلم على كل دوله يمكن بيجي في دماغنا دايما ايدنتيتي واضحه تكنولوجيه او يمكن علميه للدول دي. لما نيجي نتكلم على الدول العربيه هيجي في دماغنا ايه؟ بيجي في دماغنا استهلاك، يمكن يجي في دماغنا بترول، يمكن يجي في دماغنا نورمال بزنسز او طبيعه شغلانات طبيعيه ما فيهاش عامل التكنولوجي، العامل التكنولوجي الكبير اللي لازم يكون موجود، لان ده ما بقاش اختيار. احنا فكره مشاركتنا في التكنولوجيا كشباب مش اختيار، ما قدامناش حل تاني. احنا طالعين ولا في فرص كويسه عاديه طبيعيه زي ما كانت موجوده في الاوقات السابقه، فما بقاش عندنا حاجه وحل غير ان احنا نكون مشاركين وبشكل كبير وموجودين بشكل كبير في الفرص المتاحه لينا في المجالات التكنولوجيه، وده يمكن اللي احنا بنشتغل عليه. يمكن خليني اقول اخر حاجه موجوده عندنا، تقبل ثقافه الفشل. احنا في الوطن العربي يمكن عندنا، انا بتكلم على 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 شغلي بشكل مباشر، يمكن وجودي انا شاب من الشباب اللي موجوده وبشتغل كمان بشكل مباشر مع الشباب من خلال حاضنه الاعمال تك سبيس اللي موجوده في جامعه النيل. احنا ما عندناش ثقافه تقبل الفشل والمخاطره، بنبقى عمالين نحسب ان هي الستارت اب دي او الشركه الناشئه دي الوحيده اللي انا هعملها في حياتي، ولو نجحت فهي كل حاجه كانت محطوطه فيها، لو فشلت فانا حياتي انتهت، وده مش طبيعي. يمكن دي حاجه من الحاجات اللي احنا حطيناها كقاعده عندنا في 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 المكان بتاعنا، ان احنا ما عندناش مشكله انك تيجي تشارك مره واثنين وثلاثه واربعه لحد ما تنجح في مره.
ما عندناش اي مشكله انك تشارك في دورات متتاليه وانك تدخل في اكتر من برنامج يمكن في وقت واحد، لان احنا مؤمنين بثقافه الفشل وبانك you can never appreciate success unless you fail. فانت لازم تجرب، لازم تجرب ولازم تفشل عشان تعرف تنجح. طب هاي اللغه اللي هلا عم تحكينا فيها اصلا شفتوا قد ايه عنده حتى تسارع بالافكار، يعني مش بس مسرعات اعمال، صار في كمان مسرعات بالخطاب، بيحكي بسرعه وكانه خايف انه الوقت يدهمك او تخسر دقيقه من الوقت قد ما هو الوقت صار ثمين بهذا العالم المجنون. ولكن هذه اللغه هل بيفهموها عليك بمصر؟ يعني لما بتجي بتقول لهم انا وقتي من ذهب، انا بدي مثلا انترنت سريع، هلا نحن رح نوصل للبنان ونشوف تجربه هون، هول اللي حكيتهم انت ما بيبينوا هالقد قدام تجربه لبنان وربما دول عربيه اخرى كمان عندها نفس المشكله، ولكن هذه اللغه الجديده في عالم الشباب هل يفهمها الجيل الموجود في السلطه في الحكم؟ هل بيفهموا عليكم لما بتطلبوا تشريعات انه لما بدنا نفتح شركه هيك مطلوب لها؟ طيب هو الكلام ده في اول ما بدانا الشغل كانت مشكله كبيره جدا، اللغه نفسها اللي نقدر نتكلم بيها مع صناع القرار ومتخذين القرار في الوطن العربي يمكن في مصر بصفه محدده يعني كان صعب في الاول، بس بعد كده الموضوع اتغير تماما. الموضوع اتغير لان ابتدوا يشوفوا القيمه الحقيقيه لوجودنا في الماركتس دي او وجودنا في الاسواق دي، فابتدينا نكون مشاركين بشكل كبير يمكن مع البنك المركزي المصري في يعني القرارات. انتوا احنا ابتدينا نعرض، ابتدينا نقول يا جماعه احنا نقدر نشارك في فينتك ترانسفورميشن رود ماب مثلا، نقدر نشارك في صناعه قرار معين خاص بالتكنولوجيا. الموضوع بياخد وقت لان احنا عندنا مشكله كبيره يمكن احنا ذكرت في البانل ان صناع القرار نفسهم يمكن محتاجين بشكل كبير جدا للتعليم وللجزء التكنولوجي الجديد اللي موجود، وده يمكن حاجه من الحاجات اللي احنا خدنا فيها انيشيتيف في مصر وعملنا بوت كامب لصناع القرار في البلوك تشين مثلا، واحده من اكبر المجالات التكنولوجيه الموجوده في العالم اللي يمكن هزت اقتصادات كتير جدا موجوده في العالم. اتكلمنا ان مشكله صناع القرار ان هم يمكن مش فاهمين لسه اللغه بتاعه التكنولوجي دي، فبدانا وعملنا معسكر تدريبي كامل شارك فيه اكتر من صانع قرار من البانكينج سيكتور من الجوفرمنت سيكتور لانهم يقدروا يتكلموا بنفس اللغه اللي احنا بنتكلم بيها فيقدروا يفهمونا ونقدر نوصل لقرار يقدر يساعد فعلا الشباب اللي موجوده في على في كل اللي نحن عم نحكي يمكن عن الذكاء الاصطناعي بس ما دخلنا بعد على عالم البلوك تشين وعلى البيتكوين العمله الافتراضيه الجديده اللي ممكن يعني اللي راح تغير اكيد وجه العالم اذا نجحت بعدها يمكن هلا باول طريقه. بفتكر هلا بدوره الاسئله الثانيه بنفوت على هذا المجال لانه حيكون مجال كثير في تحديات وفي مخاطر على نظامنا المالي والمصرفي في العالم العربي. وانما من بعد ما سمعنا محمد ثوره محمد بفتكر الثوره ستكون بعتقد هي ذاتها عند السيد إلي نصر اللي كان كمان عنده تجربه ناجحه بمجال تكنولوجيا في يمكن تليفون لا مجال التكنولوجيات الماليه الجديده. بعتقد انك بتوافق على معظم التحديات اللي طرحها محمد لانه بلبنان عندنا اياهم هيدي التحديات. شو فيك تخبرنا عن تجربتك؟ كيف خطتها؟ كيف قدرت تفرض حالك بهذا العالم الافتراضي الجديد؟ نحن عندنا ذات المشاكل اللي عندك اياها انت وعندنا اكثر بكثير صراحه. يعني نحن البيزكس والانفراستراكشر ما عندنا اياها. يعني بتنقطع الكهرباء ما نلاقي الترناتيف للكهرباء بنركب موتور. بيحمل موتور ما نلاقي الترناتيف للموتور كرمال نقدر ندور الكمبيوترز على اليو بي اس نقدر نشتغل. بعد المشاكل اللي هلا بلشنا بال 2009 كنت عايش بالمانيا 7 سنين واشتغلت برا. 2009 رجعت على لبنان بامل انه البلد رح يتحسن. بعدنا لهلا ما عندنا كهرباء. So الانفراستراكشر البيزك انفراستراكشر عنا اياها مشكله وبتسبب عائق على تطورنا. بيناتهم المي عنا سيترنين بقلب المكتب بس كرمال نقدر نخزن مي ونصرفهم وقت واحد بده يفوت على الحمام اذا انقطعت المي. الكهرباء مشكله، الانترنت مشكله اكبر بكثير. يعني نحن اساس المشاكل اكثر شيء يمكن الانترنت عندنا. الانترنت يعني نحن بنشتغل على تكنولوجيا ستريمينج وتكنولوجيا ريليتد لترانزاكشنال بزنسز financial transactions. اوقات ما بنقدر نعملها تيستينج بلبنان، بنبعثها لاصحابنا لشرك باوروبا نعملها تيستينج برا كرمال نقدر نعملها تيستينج على proper infrastructure على proper low latency connection.
هول القصص مانا موجودة بلبنان، يعني مشاكلنا نحن بعدنا بيزك يمكن أكثر من عندكم. المشاكل الثانية الموجودة هي الإدوكيشنال ديفينتلي، الإدوكيشنال سيستم بعده كثير بدائي، وبعد ما عندنا كثير هاندز أون إكسبيرينس وين إت كومز تو تكنيكال يونيفرسيتيز خاصة بلبنان. يعني في جامعات بلبنان عم يتقدموا أسرع من التانيين مثل الـ AUST مثلا، هن الجامعات تكنيكال يعني عندهم مور هاندز أون إكسبيرينس، اللي بتخرجوا من الجامعة عم بيقدروا دغري يفوتوا على مجالات العمل ويساعدوا خاصة بنطاق التكنولوجيا. المشكلة الأكبر اللي عنا يا بلبنان هي البرين درين، يعني نحنا منوظف شخص التيرن أوفر للشخص تيبقى عنا بالمكتب سنتين، بيجي أوبورتيونيتي برا بأمريكا، بيجي أوبورتيونيتي بأوروبا، أهله بينصحوا، عائلته بتنصحوا، لأنه البيئة بلبنان ما بتسمح تواحد يبني مستقبل سليم. سو بيضطر اللبناني يهاجر، ونحنا ما فينا نوقف بوجهه، بالعكس يعني بدنا إياه يتقدم حياته، بيتوظف بشركات كبيرة مثل فيسبوك. أنا معلي بدي أوقف عند هاي النقطة، لأنه بسمح لحالي أقول إنه أنا على مدى سنتين عم بروح على سيليكون فالي، عم بشارك، عم بشوف. لما عم نفوت على فيسبوك، على تويتر، على جوجل، أبل، عم نشوف معظم الشباب الخلاق والمبتكر عم بيكون عربي. صح. لبنانية مصاروي، يعني صح. عم بتكون في هالبوتنشل الشباب اللي ما عم بيلاقي له محل ببلده. هجرة الشباب، انتو قدي عم تشتكيوا، ونحن اليوم بنعرف بعالم معولم فيك انت وقاعد مش ببيروت، بالجبل، تعمل شركتك اذا عندك انترنت قوي وتكون مفتوح على كل العالم. اليوم حتى هيدي الاوبورتونيتي منا متوفره لنا. عم بيروحوا شبابنا لبرا، عم بيستفيدوا منهم الدول الغربيه بالوقت اللي نحن بامس الحاجه لشبابنا. صح. بعالمنا ليطوروا اقتصادياتهم. فكيف بتشوفوا المستقبل انتم كشباب؟ يعني بدي اوصل بالسؤال لكم انه وات نيكست، ماذا بعد؟ بس انتم وين بتشوفوا مستقبلكم؟ تشوفوا مستقبلكم بدولكم، بعالمكم، ولا بتطمحوا انكم لا خلينا نروح لبرا، برا وي ار مور ابريشيتد؟ ديفينتلي يعني وي شودنت جيف اب، ذات سمثينج. يعني نحن الشباب بفتكر الجيل الاكبر منا فشل فيه، نحن وي نوت جيفينج اب. وصراحة اذا بتسلمونا القرار والديسيجن ميكينج، نحن مستعدين نغير ونحسن هالمنطقة العربية، وخاصة إذا بتفوتونا بجامعة الدول العربية بنكون ممنونين نحن الشباب تنغير ونحسن، لأنه ما حاسس أنتوا عم تعملوا شيء. شرف. إن شاء الله ما يغيروكن، أنتوا تغيرون. ما هو ده الخطر، الخطر إن هم يتغيروا. ما عم بقول لك إن شاء الله ما أنتوا تأثروا عليهم وتحدوا لهم من طموحهم، بس لأنه هي هيدا الموضوع، التعقيدات الروتين اللي نحن عايشين فيه، كيف فينا نطلع منه؟ يعني ايه، منحس قاعدين ببابل، ما عم نقدر نتحرك، مربطين، ما عم نقدر نتصرف، وعم نجرب نساعد حالنا قد ما فينا كرمال نتقدم. البرين درين هو اخطر شيء للبنان والمنطقة العربية. يعني نحن اذا بنخسر طاقات بشرية ما فينا نخليها عنا بلبنان، اما بالمنطقة العربية هيدي الطاقات مش هتكبر شركنا، ومش هتكبر شركنا، ومش هننافس دول عالمية، مش هنوصل، مش هيجوا المستثمرين يحطوا مصاري معنا كرمال ننافسهم. سو كله it's a vicious cycle بآخر نهار. definitely بده يتركز على انه يبقى الطاقات اللبنانية، ما الطاقات العربية تضلها بدولها ونستثمر فيها كرمال نقدر نكبر هالنطاق. دكتور شهاب الدين، شو رأيك يعني هالصرخة اللي طالعة من شباب؟ وبعرف انت حضرتك بلشت كلامك وعم بتقول 50 سنة لك بتشتغل بهيدا المجال. طيب لما بتسمع شباب، ونحن أخذنا نموذج عينة يعني من شباب وعم نسمعها كل يوم، بدنا تشريعات، بدنا مناخ مؤاتي، بدنا تعاون أكثر، عم نحكي باللي بدنا إياه، يعني نظرتنا إلى المستقبل، بتحس انه قادرين نعمل شيء؟ حكوماتنا قادره تعطي الاولويه اللي قال استاذ حسام انه لا منا لهيدا الموضوع؟ لا طبعا انا ماني كثير متحمس لانه الحكومات في الفتره الوجيزه تستطيع ان تعمل شيء كثير، ولو انه في بوادر كويسه يعني في المملكه العربيه السعوديه بعض الدول. انا اعتقد يمكن يجب ان نعود ونسال وين الحكومات يجب أن تتدخل حالياً علشان المستقبل. يعني إذا الحكومات اليوم عاوزة تتدخل
في أي مجال تتداخل، هل هو في خلق الفرص؟ صحيح. تحفيز الشركات الجديدة، إطلاق يد الشباب، غطينا الموضوع هذا. بس أنا أعتقد الموضوع اللي أهم من هذا كله هو قضية التعليم، لأنه إحنا مقبلين على مستقبل يحتاج إلى نقلة نوعية في التعليم تصل فينا إلى ما يمكن أن يساعدنا في اللحاق بالركب اللي نسميه روبو سيبينز وكلاته. أنا أعتقد هني دور الحكومات الجوهري، ويمكن ربط التعليم بالثورة الصناعية الرابعة، اللي هو كيف ممكن أن نستغل الثورة الصناعية الرابعة، الذكاء الاصطناعي، الروبوتس، الانتليجنس في التعليم في جميع مراحله. يعني إحنا لا يخفي عليكم أنه منطقتنا يمكن هي أكثر منطقة سكانها أقل أعماراً من أي منطقة أخرى بالعالم، والزيادة السنوية ما زالت 2-3-4% يعني في معظم الدول العربية. فبالتالي إذا كنا نخشى من أنه الثورة الصناعية الرابعة سوف تخلق أنواع جديدة من الأعمال وتختفي أنواع أخرى من الأعمال، معظم الذي سوف يختفي من الأعمال هو الأعمال التي نقوم فيها نحن في دولنا، لأنه حاليا نسبة الأعمال التي لا تستند إلى الذكاء الصناعي أو حتى إلى الثورة الصناعية الثالثة الرقمية إحنا أقل ناس نستخدمها. فبالتالي بالمستقبل راح تكون الفجوة أكبر، وراح نعاني من ثورات ومشاكل وكذا إذا لم نضع من اليوم استباقيا أسس لتغيير نظام التعليمي كلاته، وليس نظام رسمي فقط، نظام الرسمي، النظام الحكومي، النظام الغير حكومي، ودور الشركات وخصوصا الشركات الكبرى والشركات اللي فيها الشباب. يجب أن يلجأوا إلى تغيير النظام التعليمي، كل منا أن يجب أن يتضخ، وإلا سوف نبقى في المؤخرة. بعتقد أنه سيد فابريزيو عن التعليم. The voice, I think there is a problem with the voice. The micro. I think it's on. Well, I'll speak loud. I think as part of this chance. No. Just a second. I was in the cat's an eye. Sorry. No, as part of this transformation, yeah. I think we also have to transform those of my generation and older, how we understand youth and the place of youth in society. I recall when I was young, if I wanted to understand new technology, how a typewriter worked, how a car worked, how a motorbike worked, I went to my elders and they explained. Now, if I want to understand a new technology, I go to my children to ask them to explain to me. They teach me how to use this. They're not coming to me for explanations. And if we think about it, in this new technological world, youth are not the leaders of tomorrow, they're the leaders of today. If you look at who's transforming the world, many of them are under 35. And I think we have to think of youth very differently. I too often hear of youth as a potential threat associated with unemployment associated with danger of recruitment, violent extremism. We see youth as a potential threat. What we have to understand is in this new world, youth are the future of today. And I think we have to re-engage in a completely different way across our societies with youth and how we learn from them and how we engage from them and how we create more opportunities for them. Thank you. بكل الأحوال كمان بدي أسمع رأي دكتور نيش بهيدا الموضوع. يعني سمعت هلا الصرخة، سمعت شو التحديات. قدي تعتقد إنه الحكومات العربية مؤهلة للقيام بهذا الدور؟ ومثل ما قلت سابقا
بعد ما دخلنا على عالم العملة الافتراضية، بعد ما دخلنا على البيتكوين، بعد ما دخلنا على البلوك تشين اللي رح يغير كمان مفهوم التعاملات والشركات والقطاع المصرفي، فكيف رح يتعامل بالمستقبل عالمنا مع هذه التحديات؟ So I think Arab governments are very capable of taking on these challenges. I think one thing that's very interesting is at the highest level, there's been an acknowledgement across the region about the need to diversify the economy, to bring in the private sector, to create local jobs. That's been in every strategic plan that it's acknowledged. The challenge seems to be the leadership to push it down to the levels where there's a little bit of uncomfortableness at a university, at a large public sector enterprise, to push them to say, you have to be innovative, you have to move from oil and gas to solar energy, you have to diversify. So getting middle management, getting professionals to be uncomfortable and really internalize the change required, I haven't seen that yet. But I've seen very good high-level discussions and an understanding about the need to develop private economy. So that's a good and a bad. I think one of the things that'll be useful in this region, and it was the case in the US and in India as well, is to really take one issue and drive it for many years to achieve ubiquitousness. And so, you know, again, a technology is only relevant if it's ubiquitous through society. So in the United States, in the 1970s, Richard Nixon declared a war on cancer. And what that meant is over 30 years, cancer research was increased significantly. Private investment was encouraged in cancer research. And we see the change. We see now that the morbidity around cancer has gone way down. Treatment is there for all kinds. There's drugs, there's therapeutics. It had a real impact in changing the way society deals with cancer. So in this region, let's take diabetes as a similar example. Mm-hmm. So a regional or a national plan to innovate around diabetes is the type of exercise, if you will, to help build the capacity to innovate, because it requires not just innovation to drive down cost of treatment, but also to expand more quickly accessibility of drugs and therapeutics. That's the point of innovation, is to drive down the cost and make it accessible, but also to do that through society, because you'd have to have research, you'd have to have doctors and nurses and hospitals think about it, you have to have government policy around it. So I think very focused efforts are very good. Another example is in India, where the biggest challenge is around connectivity. And so the Indian government, the two last governments, which are different parties, created something called India Stack. And the idea was that they built a unique ID system for 1.2 billion Indians, of which about half cannot read, but they have a unique thumbprint. They then, on top of that, created a banking platform where everybody has access to a bank account. They move government services to pay into that account online. And now technology companies are building apps on top of that because they addressed their one problem, which was connecting the population, which was very diverse, linguistically, ethnically, everything, into one network, one system, and then being able to provide them services on that network. It's not easy, it's not smooth at all, but it solved their one problem at a national level with their expertise, which was information technology. And so there's a lot of other problems in India, but this was one they felt they could solve, which would move the needle through innovation and technology. So for the Arab world, there's a lot of those things. It could be diversification from oil and gas. It could be diabetes and healthcare. It could be agriculture desalinization. So there are topics where government has to say, we're going to take a 10-year approach and we are going to make a dent in this. It could be the underbanked. So I think that long-term approach with a real focus on something very specific that everybody can buy into is something governments can do, and they actually, it keeps them focused. It works. أريد أن أشير إلى نقطة ربما لم يتناولها البانل حتى الآن وهي مهمة بالنسبة للوضع العربي أو للرؤية العربية. مشكلة تمويل البحث العلمي. تمويل البحث العلمي فيه مشكلة ضخمة لأنه الدول العربية إذا نظرنا إلى مجمل الدول العربية نجد أن هناك دولا لديها القدرة على التمويل ودول أخرى
لديها قدرات أقل وصولا إلى انعدام القدرة بالكامل على التمويل. هذا الموضوع كان يمكن أن يعالج، كان يمكن أن يعالج إذا كان المسعى الجماعي هو لخلق آليات تمويل جماعية في العالم العربي ككل أو في الدول العربية ككل تتعامل مع مسألة البحث العلمي وتطوير البحث العلمي. لكن أعتقد أنه الحوار في مسألة الاستراتيجية اصطدم بمشكلة التمويل وتركها جانباً ولم يقرر إنشاء صندوق مثلاً أو شيء من هذا القبيل. بس ليه؟ هل تفتقر الدول العربية إلى التمويل؟ لا، لا هو ليس، لا ليس الافتقار إلى التمويل، ولكن ربما التمويل المشترك يحتاج إلى إرادة مشتركة. إذا لم تتواجد هذه الإرادة المشتركة فالتمويل المشترك سوف هي عملياً غير يكون موجود. حلاً. نعم، يعني عملياً بفهم من كلامك أن هذه الإرادة المشتركة غير موجودة. الإرادة المشتركة التمويل. الإرادة المشتركة لتمويل البحث العلمي بشكل مشترك غير موجودة. الموجود هو عليك. الموجود هو كل دولة مع ذاتها وبإمكاناتها الذاتية. ولذلك بس أنا بدأت لأنه بالقول كل دولة بدها تكون منافسة للأخرى أو متقدمة على الأخرى وتخصص أموالها لبحثها الخاص من دون أن تستفيد منه أنا أو تكون يعني سباقة. أنا بوضعي لا أستطيع أن أعلق على الهدف أو من وراء الموضوع. أنا أشير إلى النقطة وأشير إلى هذه العقبة باعتبارها عقبة لأنها موجودة وقائمة. ربما كان يمكن اختراع أو ابتكار وسائل تمويلية تناسب الوضع العربي عموماً، لكن هذا لم يحدث حتى الآن. نعم، خليني أسمع رأي قبل 42 عام. نعم، في أغسطس 76 عقد اجتماع لليونسكو والأليكسو ووزراء البحث العلمي في الدول العربية في الرباط، وكنت من الشباب اللي لم يتجاوز عمرهم في ذاك الحين 33 عام، كنت أمثل دولة الكويت اللي أعطت للشباب ذاك الوقت الدور القيادي. نعم. وتم الاتفاق على إنشاء صندوق عربي لتمويل البحث العلمي، وعهد بذلك إلى الصندوق العربي للتنمية التنمية الاقتصادية. نعم. الاجتماعية اللي حاليا يرأسه معالي السيد عبد اللطيف الحمد، وخصص له 500 مليون دينار كويتي في ذاك الوقت، ولم تستطع الدول العربية على مدى 40 عام أن تخلق هذا الصندوق للأسباب اللي نعرفها جميعاً، لن أخوض في هذا الجانب، فقط حبيت أذكره. لكن النقطة اللي تفضل فيها معالي السفير جداً مهمة، لأن متوسط الإنفاق على البحث العلمي من الدخل القومي بالدول العربية عشر تقريباً ما ينفق في جميع الدول المتقدمة. أنا مر علي 40 سنة أشتغل في المجال، لم أشاهد دولة في العالم نجحت في خلق قفزة نوعية في التنمية المعرفية من غير ما يكون الخطوة الأولى فيها قرار سياسي من الدولة طبعاً. إنه مثل ما تفضل السيد نيش إنه إحنا هذا أولوية لنا، عاوزين نرفع الإنفاق على البحث العلمي الحكومي أولاً ليصل لنحو 1% من 2% حالياً متوسط الإنفاق الحكومي بالدول العربية حتى في بعض الدول الخليجية 2%. هذا لن يحقق أي شيء، يجب أن يرتفع الإنفاق الحكومي لكن يجب أن يكون موجه إلى أولويات ليس فقط زيادة التمويل. ومثل ما ذكر السيد نيش أنا أتفق معه اتفاق كامل، لا نستطيع أن نحقق كل شيء. صحيح. إذا الدول العربية عاوزة تشتغل مثلا موضوع المياه، بعض الدول تضع موضوع المياه، بعض الدول تضع الأويل أند غاز. أنا أعتقد في قضية جوهرية، إحنا يجب لا ننظر أنه أولويتنا التحول من النفط والغاز. في كثير من الناس ينظروا إلى أن الدول العربية يجب أن تتحول من النفط والغاز إلى الطاقة البديلة. أنا أعتقد هذا خطأ. أنا أعتقد الدول العربية يجب أن تتحول إلى الطاقة البديلة والطاقة المتجددة، وأن تجعل من النفط والغاز عن طريق البحث العلمي طاقة نظيفة. طيب معالي الدكتور، حتى نكون عم نخرج من هالجلسة بخلاصات قبل ما أفتح المجال طبعاً للأسئلة، إذا ما نحط بسلم الأولويات هلأ اليوم، إذا أنا بدنا نطلع بسلم أولويات نضعه بيد رؤساء الوفود والمعالي الموجودين معنا اليوم،
بدي من كل شخص منكم يمكن تعطوني أولوية. حكينا عن التعليم، حكينا عن تحديد القطاعات، خلينا نحط أولويات هيك، نحطها مثل توصية نخرج فيها من جلستنا، وربما بالنقاش نقدر نطلع بأولويات أخرى. معليك، شو بتعطي اليوم الأولوية الملحة أمام الدول العربية؟ أنا ذكرتها، أنا أعتقد الأولوية الملحة هي قضية الاهتمام بالتعليم، بالتعليم والبحث العلمي. نعم، والتعليم بالذات، أن ينفتح التعليم على المستقبل وأن يستفيد من التقنيات الحديثة. الحكومية والغير الحكومية والشركات توجه جهد الأساسي لخلق قفزة نوعية بالتعليم. أستاذ حسام، تمويل البحث العلمي، تمويل بلا جدال، البحث بلا العلمي جدال، بلا جدال. أستاذ فابريزيو، what is your priority؟ الأولوية التي تعطيها؟ I would also emphasize education, educating ourselves, and changing our education systems. But one thing I would add, because it hasn't been mentioned, but I think for the Arab region it's absolutely critical. There's a tremendous resource of very educated people in the Arab region who are being overlooked and discriminated against. Yeah. This panel is an illustration of that. I'm thinking about Arab women. I think there's a resource of highly educated people full of innovative ideas that are not being empowered in the way they should be. So I would add that as well. Okay. Dr. Nish. I would say look at innovation and technology not as its own vertical, but as something spread across every function of government as a means of bringing down cost or increasing impact faster. التعليم والتمكين. التعليم والتمكين. التعليم لا أقصد به تعليم الشباب فقط، ولكن أقصد به تعليم متخذ القرار اللي يكون عندهم نفس اللغة المشتركة مع الشباب. فأنا بتكلم على التعليم والتمكين. إلي. أنا عندي to empower the youth and educate the leaders. شغلتي. أوكي. بقدر أنا أزيد معكم شغلة. القرار السياسي، القرار بمواجهة الأعباء، بمواجهة التحديات والتعامل معها، وليس فقط من الجانب الإيجابي وإنما النظر إلى مخاطرها السلبية. والآن أفتح باب النقاش أمام المشاركين. بحب أكيد بلش مع أصحاب المعالي إذا بحبوا يطرحوا أي سؤال على المحاضرين. بتحب تسأل؟ لا، ما شفتك. تفضل. شكرا سيدة سابين. بداية أود أن أشيد بمبادرة الأسكوا لتخصيص جلسة وزارية لموضوع التكنولوجيا ودوره في التنمية المستدامة. إحنا في مصر على مستوى القيادة السياسية نرى أهمية التنمية المستدامة، ونرى دور التكنولوجيا في دعم أولويات التنمية المستدامة، لأنه دي بتمثل دفعة رئيسية وقوية لتحقيق أهدافنا وبشكل سريع ومتواصل. وأود أن أرد على السيد عدنان جودة، عدنان شهاب الدين، بما ذكره السيد محمد جودة، أنه من الواضح أنه فترة 2011-2013 اللي أدت إلى عدم استقرار في المنطقة العربية هي فترة تم تخطيها خلاص. إن رغم أننا نوكل للقطاع الخاص مسؤولية التكنولوجيا، فإن ده لا يعفي دور الحكومات. ومن هذا المنطلق فإن من الممكن النظر إلى ما أدت إليه مصر من حضانات، ومنها هذه، من دعم مالي كبير جدا للستارت ابس، للشركات الرائده وبدايات المشروعات، ومنها جميع الوزارات عندنا مبادره فكرتك شركتك، عندنا مشروع اكون مولك، وعندنا الام اس ام ايز، وكميه كبيره جدا من محاولات الدعم المالي والتقني والمؤازره في تحقيق العمل للقطاع الخاص البادئ، وربما للمشروعات المتوسطه ايضا في تحقيق التكنولوجيا. ده من ناحية. ومن ناحية تانية أنا أحب أن أعرف بأن جمهورية مصر العربية برئاستها لمجموعة 77 والصين تعتزم عقد اجتماع رفيع المستوى لأعضاء مجموعة 77 والصين، وبالاشتراك مع الأمم المتحدة، وجميع الدول العربية هنا ممثلة في هذه المجموعة، لاستعراض الاتجاهات العالمية للتكنولوجيا الرائدة وأثرها على الأوضاع الاقتصادية في البلاد. ومن هذا المنطلق، وإذا كنت سيادتك تكلمت على أولويات، فنحن نضع 7 أولويات للمؤتمر القادم، وهما الطاقة، المياه، الغذاء، الزراعة، الصحة والبيئة والتعليم،
وبنسعى إلى النظر في سد الفجوات التكنولوجية وسد الفجوة الرقمية، ونتطلع إلى مشاركة فاعلة من جميع الدول المشاركة في هذا الاجتماع. شكرا سمير. شكرا لك. حدا تفضل. One comment about this? Yes, of course. So I think there's certainly a role for planning, and I've worked with U.S. government. We do lots of planning too. But remember two facts. Blockchain was not in anybody's plan in 2015. No urban plan, strategic plan had blockchain, and yet it's the next big thing. Even in 2005, if you look at what San Francisco, New York were thinking about for industry development, social media was not in any plan. These things come up, they exist, and they have to be addressed. We can't necessarily plan for the next big opportunity for job creation. We kind of have to go with it. And that's very difficult for government, but it's the way of the speed of technology. So. That's what I said in the beginning. هذا الكلام اللي ذكرته في البداية أنه يجب أن نكون واعيين أن المستقبل ليس ما نقرره الآن، لكن يجب أن نكون مستعدين للمستقبل. ولذلك أنا أعتقد نوعية التعليم جدا مهمة، لأن هي تخلق لنا البشر الذين يستطيعون أن يتعاملون مع المفاجآت التقنية التي ستخرج إلى الوجود مستقبلا. شوف دكتور، نحن عم نحكي عم نركز كثير يمكن على التعليم لأنه عم نطلع على long term investment بالإنسان، ولكن مثل ما عم بيقول دكتور نيش إنه اليوم مثل ما طلعت السوشيال ميديا ما كنا متوقعينها، and we have to deal with it. هلا عندك البلوك تشين والكريبتو، يعني الكريبتو كورنسي، عالم عم يفرض حاله. هلا ما بعرف قد ايه نحن لازم ننطر لنشوف مخاطرهم، لانه بالنتيجه اليوم البلوك البيتكوين تبرم، وبالنتيجه عم ترجع للدولار، يعني عم نرجع نشتغل بنفس العمله، صحيح؟ بس بعدين رح يكون في عملات افتراضيه. لبنان، وكنت عم بفهم من محمد ويمكن بيقدر يقلنا كمان بمصر، انه عم بيصير في ديجيتال كرنسي، يعني عم بيشتغلوا لبنان، مصرف لبنان عم بيحضر لعملته الالكترونيه الجديده. فهولي تحديات صاروا هلا، مش انه بعد سنوات، صاروا قدامنا. هل نحن اليوم قادرين نتعامل معهم؟ شعوبنا قادره تتعامل مع العمله الافتراضيه او مع الشركات اللي عم تشتغل من ضمن البلوك تشين؟ تعتقد قادرين؟ اعتقد في بعض الدول قادره، في بعض الدول في دول حاضره بدولنا، في دولنا اعتقد في بعض الدول قادره وبدات تتعامل مع الموضوع هذا. انا كان قصدي، انا متفق مع كلامك، بس انا كان قصدي انه التعليم هو الذي سيخلق الجيل الذي يستطيع ان يتعامل، صحيح، مع المفاجآت. صحيح. والمفاجآت هي التي ستحصل بالمستقبل. بدي اخذ سؤال من مالك، تفضل. شكرا، شكرا للمشاركين في اللجنه الحواريه. بيكون تعليق طبعا، وفي سؤال محدد في نهايه حديثي. طبعا هو الحديث عن التعليم، دائما احنا ننظر للتعليم نظره سلبيه بصفه مستمره، لكن عشان ما نكثر على هذه المساله، انا اظن انه في واحات من المدارس والجامعات في الدول العربيه او في اسيا تعتبر نموذج، والدليل على ذلك انه كثير من اللي موجودين في امريكا هم خريجين هذه الجامعات والمدارس. حتى جوجل سي او الان هو خريج للمدارس والجامعات في الهند. لكن انا متفق تماما مع تطوير التعليم، يعني انا ليس ضد المساله، بالعكس نقطه البدايه هي من التعليم، وفي عمان نقول نفس الحديث، وفي كل استبياناتنا وكل حواراتنا يرجع التعليم على قمة أولويات الأجندة في مسألة التطوير والتحديث. لكن لازلت أقول أن ما نغفل أن هناك جوانب مشرقة في التعليم، والدليل ما نراه في هذا الجانب. التحدي الآخر اللي يواجه التعليم أن دائما لما تكون في مبادرات لتطوير التعليم يتولوه من نفس البيروقراطس أو الحكوميين اللي يتولوا تطوير التعليم، وهذا أكبر تحدي نواجهه دائما لما نرى مبادرات لتطوير التعليم. ونعيد الكرة أن نفس المسؤولين الحكوميين والبيروقراطيين يرجعوا هم اللي يتولوا هذه القيادة. الجزئية الثانية، طبعا اللي حاصل في دول متقدمة، وخصوصا مثلا يعني النموذج الأكبر اللي هو الولايات المتحدة أو السيليكون فالي، اللي يعرف السيليكون فالي أنه هو يمكن مايل في مايل أو كيلو في كيلو، صحيح، هو ينتج تريليونات من او سبب التحول الهائل في العالم.
بس هو هذا ما لم يأتي من فراغ، تراكمات طويلة جدا. أنا دائما أعتبر سيليكون فالي هي باي برودكت لستانفورد ووجود شركات عملاقة مثل اتش بي وانتل، لكن حتى ستانفورد هي باي برودكت للدستور الأمريكي اللي انعمل قبل 200 عام. يعني هي مسألة ما مجتزة، كلها الثقافة والحريات والتركيبات هي جزء كبير من الثقافة اللي موجودة، الانتربرينورشيب، القبول الفشل. النقطة الثانية اللي ذكرها السيد محمد جودة، أنا أتفق معك تماما. أنا الآن عندي صندوق العمان للتكنولوجيا اللي أشرف عليه، وتعامل بشكل مستمر مع الانتربرينورز، يعني بشكل يمكن يومي. المجتمعات العربية وهي طبعا ثقافة متأصلة، هناك يعني نبذ للفشل وترسيخ لمبدأ أنك إذا بدأت لازم تنجح وإلا بتكون رمز للفشل، يعني يعتبر حتى في المقولات. فالثقافة هذه ثقافة تواجه يعني تحدي كبير، وحتى كذلك بيئة طرح الأفكار اللي نسميها الأفكار المجنونة، يعني أو إحنا نطلق عليها المجنونة، لكن في طبيعتها هي ليست أفكار مجنونة. البيئة، أنا من الأشياء اللي تفاجأت فيها لما زرت جوجل كامبس والجوجل إنوفيشن، يعني مركز الابتكار في جوجل في سيليكون فالي، المسموح أنك تطلق أي فكرة، وأي فكرة مجنونة تجيبها في موازنة أظن 100,000 دولار أو مبلغ أنك تصرف على الفكرة المجنونة. في يعني واحد جاب مثال اللي شفته من فيلم أمريكي ماينوريتي ريبورت، أنه بتغير الشاشات بإيدك. خلوه يجرب الفكرة كلها لحد ما عملوها، واكتشفوا أن الإيد بتتعب بعد 2 أو 3 دقائق، إيدك بتتعب، يعني ألغوا الفكرة تماماً ورحل الفكرة الثانية. بس ما كان في لوم أنك أنت طرحت فكرة وصرفت المبلغ وما كان فيه. فهذه الثقافة هي ما ثقافة سهلة لتمكينها في الوطن العربي. واللي أقدر أقول الفكرة نحاول إحنا نرسخ لها كذلك في عمان، أنه أظن في العالم العربي لابد من وجود جزر أو واحات، نعزل هذا الناس ونضعهم في بيئة الجامعة والفينشر كابيتال والإنوفيشن والريسيرش سنتر وكذلك قبول طلبة وريسيرشر من خارج تلك الدول، يعني ميكس من كل الأماكن، وحماية هذه الجزر من الحكوميين، حمايتها من المؤسسات إياهم من غير ذكر، ومن الجماعات إياهم، بمعنى الأفكار تكون أفكار مطلقة في تلك الجزر ويكون لها عامل. لنا تجربة في عمان في هذا المجال، لكن نحاول كذلك أن حماية هذه الجزر من التدخلات وإعطاء مجال للشباب اللي هم يريد ينجح أو يفشل. النقطة الأخيرة اللي أريد أذكرها، أنا أؤكد على مسألة القوانين. فعلا اليوم عشان تبدأ تجارة أو بزنس لازم يكون لك مقر، ولازم يكون في بعض الإجراءات اللي موجودة، رغم أننا نعرف معظم البيج فايف بدوا في جراج البيت للعمل. والجزء الثاني هو كيف تنهي الشركة، لأن تبدأ شركة تفشل ممكن تفتح شركة أخرى وغيرها. فسؤالي للبانل بعد هذا التعليق، هل فكرة إيجاد هذه الواحات والجزر واختلاط الجامعات في إطار محدود داخل الدول العربية كأداة تؤدي في النهاية إلى تقوية هذه الجزر وتتمكن أنها تدخل في هذا العالم وتفيد سواء الوطن العربي أو الدولة الأم؟ شكرا. قبل ما مرق السؤال اللي بحب يجاوب عليه، بحب ضيف على كلامك. زرت حضرتك جوجل، ما بعرف إذا تسني لك تزور فيسبوك. كلام عن الجزر، يعني لما منروح لهونيك منشوف أول شيء منهم حكام العالم الجدد، واللي بيفاجئونا جدا إنه الفئة العمرية هي ما دون 30 بالجينز بالكونفرس بالتي شيرت، ما في حدا بيلبس بدلة، عايشين بكومباوند. الشركة منا شركة من 10 طوابق أو 20 طابق، مثل ما حضرتك عم بتقول، واحات، شوارع، كله متوفر وكله مجاني، الأكل، المشروب، الانترتينمنت، كله لخلق البيئة الملائمة للإبداع والابتكار والتفكير. وحتى الفشل إن حصل مش مشكلة، اليوم الفكرة ما نجحت بكرة بيطلع فكرة أخرى. فهيدا يعني للتأكيد أكثر على الكلام، إنه لما منروح لهونيك منرجع حزينين نحن إنه ما قادرين نطبق هيدا الشيء
بدولنا، بس تحمستوا كلكم تجاوبوا فرح امشي بالدور. تفضل استاذ حسام. استاذ السبيل، والله انا يعني بحترم كثيرا اللي معالي مندوب سلطنة عمان تفضل بي. انا اعتقد انه يعني المنهج هو ليس خاطئا. ليه؟ لانه بتحاول تعزل ناس يعملوا تطوير وتستفيد من هذا التطوير. بس حقيقة في المداخلة اللي حضرتك تفضلت بها، حضرتك أشرت إلى الفروق في ليه الولايات المتحدة قلت باي برودكت لكذا وباي برودكت لكذا، مظبوط. وهذا الأمر هو يطلق عليه تراكم المعرفة. في هذه المجتمعات التي نحن فيها مسألة تراكم المعرفة هي مسألة يعني مش هنقول غير موجودة، ولكنها أضعف بكثير من مجتمع مثل المجتمع الأمريكي. وخلينا نعترف أن المجتمع الأمريكي هو الأقوى في العالم في هذا المجال، فيعني المقارنة أصلاً يعني ظالمة لنا. والمقارنة الولايات المتحدة بأي دول أخرى هتكون ظالمة للدول الأخرى إلا عدد قليل. لكن الهدف في رأيي الشخصي يعني إذا كان ممكن أن نستفيد من هذه الواحات لرفع مستوى المعرفة في المجتمع، هو هذا الهدف، لرفع مستوى المعرفة في المجتمع. أنا أحتاج إلى بنية أساسية في المجتمع تصب في هذه الواحات وليس العكس. يعني أحتاج إلى أن أقيم بنية أساسية تعليمية ومعرفية في هذا المجتمع حتى أصل إلى أن يكون عندي واحة مثل التي تحدثت عنها الأستاذ سمين، اللي هي أيضاً مثال غير طبيعي مش موجود في العالم بهذا الشكل. فبرضو عشان ما نظلمش أنفسنا ونجلد أنفسنا بما لا يعني لا نستحقه، هناك فوارق ضخمة مع الولايات المتحدة، ولا يجب أن احنا ننظر إلى نفسنا بشكل فيه دونية. نحن لدينا بعض الجهد متناثر. الهدف بالنسبة لي أنا كرجل أمثل الجامعة العربية، كيف يمكن أن أنسق هذا الجهد العربي وأستفيد به بشكل جماعي؟ هذه النقطة نحن يعني وصلنا إليها على الورق، على الورق وصلنا إليها الحمد لله. لكن لا هذا مهم طبعا، لكن عمليا لسه لم نصل بها. بس بك تسمح لي، نحن لا ننظر بدونية إلى الولايات المتحدة أو أي دولة، بدونية إلى أنفسنا، إلى أنفسنا. لأنه بحب أقول لك أنه كل الشباب وأكيد معلي شايفون معظمهم مش أمريكي، من الهند، من الدول العربية، من أوروبا، لكن النموذج النموذج متوفر في الولايات المتحدة طبعا. هذا بقبل معك فيه. نعم تفضل. I'd just like to underline one point that was made by the distinguished representative of Oman. I think the critical component to facilitate innovation is having a culture that has a very high tolerance for failure. I don't know, there's a well-known entrepreneur called Dyson who invented the new vacuum cleaner. And he was asked what was the reason of his success, what was behind his success. And he said, behind my success were thousands of failures. Wow. And that, I think that culture, which Nish also alluded to by saying, you know, one or two of 100 startup companies work, but to get to those one or two, you have to have the 98 failures. So you have to create a culture and environment that that has a very high tolerance rate for experimentation, a very high tolerance rate for failure, because it's only by those multiple failures that you get to success. So I think that's a critical component of innovation that the distinguished representative alluded to. Thank you. يمكن بفتكر محمد عنده تعليق على الموضوع. الأول بشكر معليك على الكلام. يمكن أنا عندي وجهة نظر مختلفة شوية في موضوع الـ centralized city أو المكان يكون معزول وفيه ناس جواه. وأحب برضو يعني أنوه عنده وأقول كيس عن الموضوع. يمكن فكرة التعامل المباشر بين الحكومة والشباب دائما بيكون فيها مشكلة، ودائما بيكون محتاجين دائما ميدل مانجمنت، في حد في النص يقدر يعمل الموضوع ده. في مصر عندنا في أكاديمية البحث العلمي عندنا برنامج اسمه انطلاق. ده برنامج بيتيح للجامعات وللشركات الخاصة حتى انها تاخد دعم مالي من الحكومة بأرقام كبيرة، وتبدأ هي اللي تتعامل مع الشباب بشكل مباشر وتديهم الفند ده.
ده بيوفر فلوس كتير جدا 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 واستثمارات كبيره في ان احنا نبني مدن ونبني اشياء كبيره ونعمل انفراستراكشر وغيره. فالموضوع بيكون جامعه معينه موجوده عندها مكان تقدر تتعامل فيه مع الشباب بشكل مباشر، بس ما عندهاش قنوات التمويل الخاصه بانها تعمل الموضوع، فبتبدا تقدم، ولما بتاخد الفند ده بتتعامل بشكل مباشر مع الشباب، والفند بيكون كافي انها تجيب خبراء من بره البلاد، ويكون موجود بشكل بيحتك بشكل مباشر مع الشباب الموجود. يمكن لو فكرنا في الاستثمارات بشكل مختلف شويه عن مجرد ان احنا نبني حاجات ونعمل انفراستراكشر، ان التعامل نفسه مع الشباب يكون ازاي من خلال قنوات تتصل بين الحكومه والشباب، ده ممكن يكون افيد يمكن بشكل كبير قوي للشباب الموجود. برضو بعد في كمان تعليق من اي بس بدي اعلق على الموضوع. نحن تعاوننا كثير مع الاي يو بي الامريكان يونيفرسيتي اوف بيروت، وجبنا كثير كونسبتس موجودين بالسيليكون فالي بستانفورد ام اي تي ان تيرمز اوف براكتيكال كورسز براكتيكوم كورسز كولابوريشن بين الانتربرينورز هو هاف هاندز اون اكسبيرينس والجامعات، وجربنا نعمل مثل courses مثلا lean startup methodology, how to validate business models, how to pivot, how to talk to customers. وبهذا التعاون قدرنا نخرج startups وهول startups اخذوا funding. So هي العباره مش انه نكون عندنا واحد، هي العباره انه يكون الايكو سيستم متكامل ببلش بالeducational system. اوكي قبل لو سمحت تفضل. يسعد مساكم. سعد الكوني من فلسطين. يعني بدي أتحدث ليس فقط بصفة سياسي اليوم، ولكن كمدرس جامعي كنت عميد كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية في جامعة نجاح الوطنية بفلسطين. أنا أرى أن يعني لب المشكلة يقوم في النظام التعليمي الموجود عندنا. الحديث في ثناياه أبرز بأنه المواطن العربي إجمالا حتى يصبح مواطن يعني مبدع ومنتج بياخذ من العمر تقريبا من 35 ل 40 حتى يبدا ينتج. يعني انا الدكتوراه شخصيا كان عمري 38 عام بديت اعمل، ما بنشوف حالنا صرنا 50. لما واحد بيجي بيقول للشباب احنا لسه بنعتبر حالنا شباب لانه ما لسه هلا خلصنا وبدنا نبدا. فنظامنا التعليمي عماله بيضيع سنوات كبيره من عمر المواطن العربي حتى يبدا في سن العطاء والانتاجيه. وحدثت يعني حوادث، احنا في عندنا طالبه فلسطينيه مبدعه قبل ما تنهي تعليمها الثانوي وهي كان عمرها 14 سنه التحقت في جامعه تدرس طب، لان هي خرجت عن الاطار او الصندوق اللي موضوع فيه زملائها. وبالتالي امبارح كان كمان في النقاشات انه الاخ طلال ابو غزاله قال بدنا يجب ان نلغي التعليم الجامعي والمدرسي حتى يبدا الشخص من بداياته بالعطاء والمعرفه. طبعا بجوز أنا عندي وجهة نظر مختلفة، ما بنقدر نلغي التعليم مدرسي وجامعي، ولكن لازم ننظر بآليات مختلفة ووسائل مختلفة حتى يبدأ التعليم المدرسي والجامعي بصقل هذه الشخصية والعطاء، وليس فقط استقبال المعرفة، إعطاء المعرفة في سنوات مبكرة، بحيث ما يستطيع يعني يصل المواطن العربي إلى 22 عام وهو التخرج من البكالوريوس حتى يصبح يعطي. إحنا للأسف لا، يعني بياخذ بعدها سنوات اخرى وتراكميه حتى يصير عنده خبرات ويتعلم من اخطاء. كان يمكن ان يكون هنالك في توازي ما بين التعليم وما بين الخبره العمليه، يعني يجب ان يكون هنالك جمع بين الخبره العمليه والطالب على مقاعد الدراسه حتى نوفر سنوات طويله من الخبره بعد ما يكتسب الشهاده الجامعيه. فنحن دائما كعرب وفلسطينيين تحديدا نقول انه نسبه التعليم عندنا مرتفعه. نعم هي مرتفعة، بس عندنا حملة شهادات مرتفعين، لكن ما عندنا مفكرين ولا عندنا علماء. شكرا جزيلا. عندنا حملة شهادات عم بيستفيد منها الخارج أكثر ما عم بيستفيد منها عالمنا العربي. تعليقا على كلام دكتور طلال بوغزالي، يمكن مش لازم نلغي الجامعات، لازم نعدل مناهجها وندخل المناهج التطبيقية أكثر، بس أكيد ما بدنا نلغي الجامعات لأنه نحن بدنا جيل متعلم ومثقف، مش نرجع لورا. بتحب تسأل سؤال أو بتحب تاخذ تعليق أو بقدر اخذ سؤال ثاني؟ بجوز سؤالي إنه يعني للإخوان على البانيلز، كيف ممكن إنه فعلا نختصر من السنوات التعليمية؟ وهل دان منا نضل يعني في عندنا 12 سنة تعليمية؟
زائد 4 سنوات بكالوريوس، يعني هذا الحد الأدنى إذا ما رحناش على دكتوراه. نسرع التعليم. كيف نسرع التعليم؟ كيف يصير يعني امبارح طلال أبو غزالة بيقول لك إنه في طفل عمره يعني 6 سنوات كان له مداخلة خاصة، يعني كيف ممكن إنه يعني بأعمار مبكرة أن يكون هنالك يعني إعطاء للمعرفة؟ طبعا لانه ابن 6 سنوات صار قادر يشتغل على الكمبيوتر وعلى التليفون وهو صار يعلمونا. تفضل معاليك. انا اعتقد ذكرت انه التقنيات الرقميه وتقنيات الذكاء الاصطناعي اذا تم استثمارها في التعليم تستطيع ان تختصر الفتره عن طريق ما يسمى حاليا بالاونلاين يونيفرسيتيز او الاونلاين ادكيشن، اللي يتيح للإنسان في أي وقت في أي مكان أن يأخذ مقرر معين ويمتحن فيه، ومن ثم مجموعة مقررات هي تعطي التأهيل، وليس بالضرورة شهادة جامعية. إحنا أنشأنا في مؤسسة الكويت التقدم العلمي أنشأنا ما يسمى بكيفس أكاديمي، هي مخصصة لمنح التعليم الجامعي لجميع المواطنين العرب، كل على حسب قدرته وسرعته وإمكانياته بتكاليف جهيدة جداً، والامتحانات النهائية فقط الامتحانات النهائية تكون في مكان لمنع الغش ومنع هذا. أنا أعتقد هذه الطريقة اللي تطبق ليس فقط على الجامعة، تطبق أيضا على التعليم من K إلى 12 والتعليم المهني الجديد، لأنه أنا أعتقد اللي ينقصنا هو التعليم المهني الجديد، واللي يجب أن الشركات تبادر فيه حتى تحدد ماذا تريد وتستخدم النظام الجديد اللي هو الـ ICT Enhanced Artificial Intelligence Enhanced تعليم اللي يعطيك اللي مطلوب. أنا أعتقد سؤال في محله، ولكن ممكن الإسراع من غير ما نقوض المؤسسات، بس يتغير دور المؤسسات، حتى المعلم دوره يتغير. المعلم بدل ما يكون ملقن يستطيع هو الذي يولد الأشياء الجديدة بالتعليم، يعلم المقررات الجديدة بحيث أن الطالب يستطيع أن يتعلم طول الوقت وليس فقط 12 سنة أو 4 سنوات 16 سنة اللي بتاخذ 63 سنة. سيد إلي نصر بفتكر أنا بس تجاوب على السريع الكونسبت، يعني كنا نحن نروح على المدرسة 12 سنة بلس 4 سنين للبكالوريا كلنا نعمل ذات صفوف ذات الهيدا، في ناس انترستد بالتاريخ والجغرافيا، ناس انترستد بالعلوم بالماثماتيكس، ناس انترستد بقصص تانية ارتس. اللي بدي اقوله انه لازم يصير في شيء، لازم يتغير النظام التعليمي انه يصير باشن بيست، يعني الواحد باشن تبعه يكون روبوتكس ميكانيكال يوجهوه بهذه الطريق من اول من هو صغير، يكون رجل اعمال يوجهوه بهالاتجاه، يكون ان ارتستيك ميوزك انترستد بالميوزك يوجهوه بهذا السول ايديوكيشن سيستم تيتسرع ويصير في efficiency للمتخرج، لازم we have to focus على الباشن، يعني رغبة الإنسان. يصير في متعة بالتعليم مش نروح غصب عنا على المدرسة وعلى الجامعة. حدا من الموجودين هون بحب بعد يسأل سؤال قبل ما انتقل. أوكي تفضلي وبرجع باخذ السؤال منك، بس نعطي السؤال بالأول للمنظر. أنا ميساء عبد الخالق صحفية. بموضوع التكنولوجيا وموضوع تشجيع البحث العلمي بدولنا العربية مثل ما طرقتي سعادتك سيدة سابين لهذا الموضوع، بدولنا العربية كمان في معيار آخر لهو القدرات المادية لهذه الدولة، فهل رح تقدر هذه الدولة تتبنى إذا فينا نقول مبدع بمجال تكنولوجيا وهي ما قادرة تطبق هذا السيستم ببلدها؟ مثلاً ما عليه خلينا ناخد بلدي لبنان، فكل المؤسسات الحكومية هي منا مكننة على مستوى التكنولوجيا، مش لأنه ما عنا مبدعين بهذا المجال، لأنه نظراً لقدرة الدولة المحدودة مثلاً منطبق على مستوى دول الخليج معتمدة هذا المنظومة بكل المؤسسات العامة والخاصة. فلأي حد بتعتقدوا أنه ممكن كمان الدول العربية قادرة على أنه تساعد بين بعضها من أجل تعزيز يعني مفهوم التكنولوجيا خاصة على مستوى الحكومات إذا فينا نقول، لأنه ممكن على مستوى القطاع الخاص هو مطبق إلى حد ما المكنن. شكرا. نعم. على كل بس لعلي عليك أنه النقص في لبنان ليس بسبب عدم وجود تمويل، بسبب غياب الشفافية والحرص على غياب هذه الشفافية، مشان هيك معنا هذه المكنة. مين بحب يجاوب على السؤال؟
please. So I think the funding is overstated. What I've seen worldwide is that the oil producing countries are the ones who created the venture funds for the most part. There's other examples. But in the United States, for example, the government actively does not want to fund individual startups. In the developing world, no government has funds for that. And yet, entrepreneurship is by definition a resource-starved activity. Nobody gives you any money. And I'm an entrepreneur, we have two here. Nobody gives you a check, you just start. And so I think a lot of it is culture-based to say, you know, I'm going to do this. And capital follows ideas. That's been the history of the world. And so I think without harping on a government fund, the idea of how do we put those with good ideas in front of the capital, wherever it may be, is the better way to go. In fact, one of the challenges when I was working in Kuwait was they gave a great deal to entrepreneurs. You could leave your job for 3 years, guaranteed salary, start your startup. If it didn't work, you could go back. With there's no risk, there's no reward. And so some of that is actually a good thing to say, you got to go out there and succeed or fail. So. Thank you. بياخذ سؤال من وراء. شكرا وانا عندي انا ولا حد تاني؟ لا مين لا عم بعطي الشاب بس مين حكى قبل؟ سوري لا it's okay. ما شفتك معلش بنرجع ناخذ سؤالك بس لانه له زمان اهلا sure thank you very Thank you very much. Sorry to interrupt. My name is Munir Nabti. I run innovation programs with UN agencies and with governments, and we run startup programs. And I think the comment from the gentleman from Oman, the delegate from Oman, was very good about things we can learn from Silicon Valley. But one thing also is that Silicon Valley only exists, including the institutions mentioned, the Stanfords and Googles and UC Berkeley, et cetera, because of massive government investment early on over many decades and still to this day, funding research, funding innovation, funding education, public education, and various projects. And so the public role in supporting innovation, I think sometimes is denied or is somehow discredited by saying that it doesn't count if it involves public funds. But all innovation economies massively invest in innovation. One university in the UK, Oxford, has over $500 million of funds and research funds every year. Now, on the other side is we don't want to intimidate governments from taking steps. So my question for all of you is, we can talk about the 10-year plans and 20-year plans and outputs and the billions of dollars that should go into it, but a lot of this comes down to mindsets that happen within the government agencies every day, from the senior level to the mid-level to the low level. And so I was wondering if you all have suggestions for steps, baby steps that governments can take that are free or very cheap, that are quick to do, that can help build some of those momentum, some of that momentum towards innovation mindset, both within the governments and within the communities at large. Thank you. صوت بسؤالك مسموع؟ الحكومات عليها دور كبير ولكن ليس في قضية الفنشر كابيتال. فنشر كابيتال اللي هو ريسك ماني فور ريوردز يجب أن تكون القطاع الخاص. السؤال اللي طرح الحكومات يجب أن تستثمر في خلق الانفراستراكشر. لا يوجد دولة بالعالم أنا ذكرت حتى الدول الفقيرة مثل ماليزيا وسنغافور قبل 40 سنة أو 30 سنة أو 20 سنة لم تستطع أن تحقق القفزة ما لم الحكومات تتدخل في التعليم تحسين التعليم تحسين التعليم الجامعي والصرف والإنفاق على البحث العلمي الأساسي لخلق القدرات التي تستطيع أن تبتكر لاحقا إذن هناك دورين الإنفاق الحكومي لما أتكلم عنه يجب أن يرتفع من 2% إلى حوالي 1% إذا ارتفع إلى 0.5% تأكد أنه الإنفاق على البحث العلمي أو على الابتكار من الشركات الخاصة سيقفز قفزة كبيرة وهذا اللي حصل في النقطة اللي تفضل فيها الأخ من هناك أنه الولايات المتحدة كانت ولا زالت تستثمر استثمار كبير في الانفراستراكتشر في القضايا الأساسية وبعدين تترك للشركات والقطاع الخاص أن يأتي وتدخل في السكند بارت اللي هو الانوفيشن سيستم شكرا حدا اللي حبي يجاوب Yes, I can just perhaps mention a model in the UN that the
Secretary General has adapted. And that's really to encourage each entity in the UN to set up an innovation unit. And you can either do that by recruiting people separately or getting existing staff to focus on innovation. And then you invite outside speakers to bring, you bring in outside experts to talk to you about innovative areas in the field where you focus. And then you develop an innovation strategy. And then you get the heads, the leaders of the organization to talk about that strategy. Then you reach out to the younger people within the organization and get them to breed new ideas. And I think, you know, in the stultified bureaucracies that we have in the UN, and I suspect in many governments too, you need that focus to actually be able to innovate. You need a separate strategy, you need a separate entity, you need to open up to outside ideas, and you need to reach out to young people in the organization. And I think that's a fairly effective formula for renovating stultified bureaucracies. And then you also have to create the culture of risk-taking, the culture of freedom of ideas, in order to generate new thinking. Thank you. Madam, تفضلي. شكرا. وأنا عندي ملاحظة أكتر ما هو سؤال. في البداية أحب أشكر مساعد الأمين العام لأنه ذكر دور المرأة في موضوع التكنولوجيا وهو دور مهم جدا. إحنا أمام كما أشار المتحدثون الكرام فرصة لأن المنطقة العربية في بداية أخذ خطوات للتعامل مع هذا الموضوع، ولذا يجب من البداية إدراك دور واضح للمرأة في هذه العملية، ولا يجب أن يكون هذا الدور إن هي كمستفيدة من البرامج ولكن في عملية صنع القرار، لأن إذا بدأنا بالمرأة كمستفيدة ستظل إلى النهاية مستفيدة ولن تتحول إلى صانعة للقرار. ولدينا تجارب عديدة كيف تم التعامل مع الكثير من الموضوعات نقدر نتعلم منها، فكيف تم التعامل مع الفقر والتعليم في البداية، التعامل مع المجتمع كله ككتلة واحدة لم يأخذ في الاعتبار المرأة والرجل، وكانت النتيجة فجوة نوعية بين المرأة والرجل بنحاول حالياً إن احنا نتداركها من خلال أهداف التنمية المستدامة. فلدينا فرصة يجب التركيز عليها و إيجاد فرصة للمرأة منذ البداية. شكراً. شكراً لك. تفضلي. بس بعتقد بعد بقدر أخذ سؤالين مش أكتر. مرحبا. أنا عندي سؤالين للشابين إيليا ومحمد. بتعرفينا بس. هنادي سلمان عم بشتغل مع المركز الإعلامي بال UN بالأسكوا. نعم. عندي سؤالين. أنتوا أكيد تعرفوا أنه بإنجلترا من سنتين فرضوا تعليم الكودينج على التلاميذ بالإلمنتري من مرحلة الإلمنتري. طبعاً أنا على سذاجتي كتبت لمدرسة بنتي اللي هي واحدة من أغلى المدارس ببيروت، قلت لهم أنه إذا بيقدروا يعلموا الأولاد يبلشوا يعلموا الأولاد كودينج. لهلأ بعد ما ردوا علي من سنتين. سؤالي هو إذا بدنا نفكر برات العلبة out of the box. أوكي لازم أحكي هون ليترجموا. الشكل اللي عم قوله مهم لبدون يترجموا. كنت عم قول إنه تعليم الكودينج بلش بالمدارس ببعض الدول الغربية. نحن ما عنا شيء من هذا النوع. وانتو عملتوا ستارت ابس، واذا بدكم تفكروا برات العلبه ليه ما بتبلشوا بانشاء مثل معاهد او مثل ما في مدارس رقص او موسيقى، يعني اشياء بتكون برات دوام المدرسه وخلال الاجازات بتبلش تعلم الاولاد والمراهقين اسس التكنولوجيا الجديده، ويمكن يطلع معكم ناس يعني يكونوا عم بيعملوا معجزات، وبنفس الوقت بتكونوا عم بتأمنوا جيل المستقبل، حتى ما نضل ناطرين الحكومات والاشياء الثانيه اللي بتشبهها. شكرا. اكيد بدكم تجاوبوا لانه السؤال لكم. نحن بس تعطيكي شوي عن قصص عملناها. تعاوننا كثير مع NGOs تيعلموا نعلم كودينج بالمدارس.
programming, learning how to program وكودينج هالايام هو اهم من نتعلم لغه جديده. يعني احنا بنتعلم فرنساوي وبنتعلم انجليزي بالمدرسه. يمكن واحد اذا بيشيل لغه على جنب ويتعلم كودينج يمكن اهم تيفهم كل هالتكنولوجيز اللي عم بيجوا وكل هالتطورات. نحن كل سمر كل صيف بنستقبل تلاميذ من المدارس بيعملوا عنا تريننج، بس هو التلاميذ بده يكون عندهم باشن بالبروجرامينج. وفي كذا مره اشخاص عملوا ديفلوبمنت لقصص وتنافسوا مع الموظفين الموجودين عندنا بالشركه. في بروجرامينج كورسز عم بتصير مثلا بلبنان بالبي دي دي، عم بيصير في عده افورتس تو ادوكيت الهاي سكولز ان ترمز اوف بروجرامينج. هذا الافورت عم بيترجم بسكسس ستوريز عم بتصير باليوث باعمار بين ال 21 وال 25. محمد، اولا اشكرك على سؤالك. احنا بدانا فعلا زي ما ذكرنا في التحديات اللي موجوده، هو تحدي التعليم ما قبل الجامعي في تطوير المناهج اللي موجوده، وكمان اعطاء الفرصه للناس ان هم يبقى عندهم هاندز اون اكسبيرينس، عندهم التطبيق العملي. يعني احنا بدانا مع طلبه في المدارس بلغه من جامعه MIT هي اسمها سكراتش لانجويج، هي بروجرامينج وداوت كود. لان احنا لو اتكلمنا على البروجرامينج فعايزين نقسم البروجرامينج لقسمين مهمين جدا: لغه البرمجه نفسها المستخدمه من جافا سكريبت او سي او غيره، واللوجيك الكود لوجيك. فاللي بيحصل ان احنا مع الطلبه ومع الاطفال ومع الناس اللي لسه في بدايه حياتهم عايزين نفهمهم اللوجيك بتاع البروجرامينج، مش بنفس اهميه البروجرامينج لانجويج نفسها. ساعدتنا جامعه MIT طبعا باللانجويج بتاعت سكراتش فور كودينج اللي هي بروجرامينج وداوت كود، اشتغلنا بيها وطلع نتائج يمكن من الطلبه. احنا الانستراكتورز نفسهم عمرهم ما كانوا يفكروا في الابلكيشنز اللي طلعت دي، فاحنا فعلا بنعمل كده، واعتقد ان ده دور مهم جدا لازم يحصل يعني. شكرا لك. بنختم هاي الجلسه، بس بترك الكلمه الاخيره للاستاذ كريم الخليل ممثل الاسكوا. لا انا بس احنا كنا متخيلين ان هيبقى في يعني جوله اخيره من الملاحظات من قبل المشاركين وبعد كده نختم، يعني عشان الوقت، عشان عندنا بس اجتماع اخر، اجتماع مغلق بس. بس يعني هيك فكرت في مداخله. انا اساسا تركت الكلمه الاخيره لما عملنا الخلاصه، ما بعرف اذا في كلمه فعلا اخيره نختم فيها قبل ما نتشكركم. بلش فيك دكتور. لا انا اعتقد اشكر الاسكو على المبادره، اعتقد في مكانها. انا اعتقد ذكرت كل النقاط الرئيسيه، يمكن نقطه عاوز اركز عليها اذا سمحتي لي. ذكرتها انه يجب ان لا نختار ما هي التكنولوجيا التي ستفوز، ويجب ان نترك الفرصه في ما يسمى ب out of the box ideas بنفس الوقت التي تساعد قدراتنا. يعني انا اعطيت مثال قضيه النفط والغاز، يجب ان لا نتخلى عن النفط والغاز طبعا، ولكن يجب ان نبحث في مستقبلنا عن طريقه لنجعل النفط والغاز افضل مما كان عليه سابقا. اعطيكم مثال واحد سريع. هناك شركتين تقنيتين، واحده في سويسرا واحده في كندا، طوروا تقنيات ل استخلاص ثاني أكسيد الكربون من الجو وبيعه تجارياً. تصوري لو الدول الخليجية أو الدول المصدرة للنفط طبقت هذه، بحيث أنه لو كل برميل نفط صدر قبل ما يصدر تم استخلاص المكافئ له من ثاني أكسيد الكربون وخزن، ويصدر النفط العربي خالي من ثاني أكسيد الكربون. فكرة يجب أن نفكر بهذه الطريقة مستقبلاً. شكراً لك. شكرا جزيلا. اعتقد انه يعني الحوار ثري جدا ويذهب في اتجاهات عديده. ما اريد ان اقوله هو ان المجتمعات العربيه فيها ما يبشر بالامل، لكن تفتقر الى امور كثيره، اهمها البنيه الاساسيه التعليميه اللازمه لخلق تراكم معرفي يوفر ان احنا نقدر نقوم بخطوات كبيره في هذا المجال. الامثله المشرقه اللي عندنا هنا هي امثله جيده، ولكن تظل استثناءات في مجتمعات شاسعه. المجتمعات العربيه 22 دوله ما شاء الله فيها ملايين البشر، لكن يعني كان ممكن يفرزوا اكثر. نحتاج الى الاهتمام
الاهتمام بالبنية الأساسية التعليمية وبتمويل البحث العلمي، لأنه هذين الأمرين هما دعامة أي تطور علمي وأي اهتمام بالبحث العلمي. الأمر الأخير، الجامعة العربية ستعقد وتفكر، وأعتقد أن احنا متجهين إلى هذا، أسبوع سنوي للبحث العلمي، الأسبوع العربي للبحث العلمي، وستبحث في هذه الأمور وأمور أخرى كثيرة، وسيكون له شق عملي، يعني action oriented وليس فقط policy oriented، وإن شاء الله يكون يعني إضافة للعمل العربي في هذا الموضوع. شكرا. سيد فابريسيو إذا تختم. I'd also like to thank ESCWA for this initiative, and I think it's made very clear that there's much interesting thinking and many innovative examples in this region. I think in many of the interventions, we came back to the issue of resources, resources for education, resources for startup, and that obviously is a constraint. But there, I think we need to take a broader view. This is a region that has resources, but where are those resources now being invested? I think too often they're being invested in defense, in violence containment. If we look at in Lebanon alone, what is invested in security, whether it's armored vehicles, whether it's security deployment, it's huge. So if you could create more peaceful societies, you would have a massive liberation of resources to reinvest in education, to reinvest in startups, to reinvest in innovation. And what does it take to get more peaceful societies? I think there is a broad correlation between peaceful societies and recognition and acceptance of diversity, including gender diversity. If you look at the coefficient of countries that are most respectful of diversity, they also tend to be the most peaceful countries, Iceland, the Nordic countries, Canada, etc. So I think the path to innovation also comes through having peace, and having peace comes through acknowledging, celebrating diversity, and that will allow for the resources that are required to make those massive transformations that are essential to making this region a leader in the new world. Thank you. Dr. Nish. So I have two opposite recommendations. One is, as government leaders, thinking about how to take innovation and make it ubiquitous through society. So what we discussed in the ESCWA report was the four areas that the Assistant Secretary General mentioned was understand the technology, train society to use the technology, transform society to be able to implement it, and then develop the level policy framework to make sure there's a level playing field. And that you can plug in any technology you want, and that four-step framework will always exist. On the opposite side, when you go home, ask yourself the question, what do I need to do in my country, in my city, to have 100 high-quality startups 5 years from now? And maybe it's more, maybe it's 500, but what is the next level of growth to have high-quality startups? What transformation will be required? Because again, I go back to what I said earlier, 1,000 startups, 100 get funded, 10 are successful, one or two create jobs. So you have to think about that broad base. Thank you so much. Hamad. أنا أحب أختم بنقطتين مهمين. أول نقطة قلناها كلنا وبنأكد عليها تاني، التعليم، ومش بس التعليم النظري، كمان التعليم العملي. النقطة التانية اللي في الواقع هي مهمة جدا، هي فكرة الـ decentralization. إيه الحاجات اللي الحكومة، يعني كل اللي احنا عمالين نفكر فيه دور الحكومة المركزي في تطوير شيء معين. اللي أنا محتاج ويحصل الفترة الجاية أو I would recommend يعني إن الحكومة تبدأ تفكر، الحكومات تفكر إيه اللي يتساب من إيد الحكومة، إيه اللي يخرج بره الحكومة. ده يمكن المناقشات المفروض نبقى متناقش فيها. مش كل حاجة تبقى مطلوبة من الحكومة، الحكومة يمكن تهتم بالإنفراستراكشر بس يمكن تخرج التعليم من بره إيه ده، تخرج regulations من بره إيه ده، تبدأ تشوف إيه اللي ممكن تتخلى عنه ويبقى موجود decentralized للناس اللي موجودة في المجتمع. شكرا لك سيد إلي. يعني أنا بدي أرجع أكرر اللي قاله سيد فابريسيو، إنه يكون في بيئة حاضنة، في سلام، ونقدر نخلي القوة البشرية بالدول عنا وما يهاجروا. أنا بالنهاية بدي أشكركم سيد فابريسيو، أستاذ حسام معليك،
سرنيش محمد إلي على إثراء هذا النقاش. وطبعاً بالنهاية ما فينا إلا ما نشكر كمان الأسكوا اللي فتحت باب النقاش حول هذا الموضوع رغم كل التحديات القاسية السياسية والأمنية والاجتماعية التي بيواجهها عالمنا العربي. كل المطلوب الرجاء والرجاء هو القرار، القرار بأن نتطلع outside the box وننسى خلافاتنا الداخلية وننظر إلى المستقبل. شكراً لكم مجدداً. بدي أطلب معاليكم من أصحاب المعالي ورؤساء الوفود أنهم يتفضلوا على المنبر لناخذ صورة تذكارية مع سعادتك لو سمحتوا. وبحب كمان أذكر أنه في التقارير الصادرة عن الإسكوا أصبحت موجودة في الخارج للي بحب ياخذها أو ياخذها أونلاين بما أنه عم نحكي تكنولوجي، يمكن بتوفروا شوية ورق مش هيك؟ لو سمحتوا تتفضلوا. شكرا. شكرا لكم. شكرا لكم. أنا بعدني